يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا دير. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. ومن حوالي 10 أيام كان ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة في شرم الشيخ، وسيد رئيس عبد الفتاح السيسي أعلن 8 تكليفات في الحفل الختامي للمنتدى. ولأنه الجمهورية الجديدة بتشتغل على كل الملفات بالتوازي وما عندهاش وقت تضيعه، على طول تم البدء في إجراءات فعلية لتنفيذ هذه التكليفات على أرض الواقع. امبارح شفنا وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أعلنت عن مبادرة اسمها شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة. المبادرة دي عبارة عن إيه؟ المبادرة دي بتعتبر هي أول تجمع لرواد الأعمال المصريين الشباب في الداخل والخارج، وكمان للشباب الأفريقي. وده بالتأكيد هيتيح فرصة كبيرة للشباب علشان يستفيدوا من خبرات بعض ويسمعوا أكتر عن القصص الناجحة الملهمة للشباب من الخارج والتجارب الشخصية اللي عدوا بيها، وخصوصا رواد الأعمال. ده غير أنه كمان هيكون في ربط مع العلماء والخبراء المصريين في الخارج، وبطبيعة الحال هيكون ده ليه انعكاسات على مشاريع الشباب وعلى أفكارهم اللي جاية وعلى الصناعة والاستثمار في عدد كبير من القطاعات. بدون شك هذه المبادرة هتكون تجمع قوي قادر على أنه يستفيد من الخبرات المشتركة للشباب ورواد الأعمال، وكمان هيفتح بيبان وطاقات نور لمشروعات كتيرة وأفكار أكتر موجودة عند الشباب، بالتأكيد هتعود بالخير على بلدنا وعلى كل أفريقيا. بكل تأكيد يا هدير، مبادرة مهمة. وخلونا نرجع لمخرجات منتديات الشباب من أول 2017 لحد طبعا بنتكلم دلوقتي في 2022، لكن من 2017 تم تكليف مجلس الوزراء بالتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. في نسخة 2018 تم إطلاق منطقة ريادة الأعمال أو ستارت أب فين. بعد كده من مخرجات برضو والتوصيات اللي كانت في 2018 إنشاء صندوق عربي أفريقي لدعم ريادة الأعمال. في 2019 أيضا كان كبار المستثمرين كانوا موجودين وكانوا قاعدين مع الشباب بيدعموهم وبيشوفوا النماذج اللي هم طبقوها بالفعل، وبيكون في تبادل للخبرات. المستثمرين الكبار ورجال الأعمال اللي كانوا موجودين كانوا بيتفقدوا منطقة ريادة الأعمال، والرئيس بنفسه تفقد هذه المنطقة واتكلم كمان مع الشباب عشان نشوف بيفكروا بإيه. ريادة الأعمال هي الباب الكبير اللي بتنطلق منه كل هذه الأفكار المبدعة والمشروعات غير التقليدية، وبتكون هي العامل الأساسي كمان في نمو العديد من القطاعات في مجال الصناعة. وعايز أقول لحضراتكم إنه المبادرة دي هتعمل حاجة مهمة جدا، وهي قاعدة بيانات، قاعدة بيانات لرواد الأعمال الواعدين من المصريين حول العالم. هتضم طبعا معاها الشباب الافريقي كمان، وده هيكون ليه اكتر من استفاده. اولا انت بتشجع الشباب على الشغل، العمل، الانتاج، تبادل الخبرات، مشاركه التجارب كمان المختلفه، بالاضافه ان المبادره دي بتمثل تقارب مصري افريقي مهم جدا بين الشباب، وبتتماشى كمان مع توجهات الدوله المصريه بقياده السيد الرئيس اللي دايما الحقيقه بيكون حريص على تنميه القاره السمراء وانها توصل لمرحلة النهوض في مختلف القطاعات، وكمان تعزيز فرص الاستثمار في أسواق أفريقيا. وهي دي ثوابت الدولة المصرية، لزي ما بتفكر في مستقبلها ومستقبل شبابها بتفكر كمان في النهوض بالقارة السمراء من خلال شباب أفريقي عنده القدرة على استغلال
موارد القارة لصالح شعبها. حابين نبدأ مع حضراتكم بهذا الخبر المهم وهذه المبادرة المهمة جدا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة نصبح على ليندا وطمنا على حالة الطقس. صباح الخير عليك ليندا. صباح الخير شاذلي. صباح الخير هدير. الجو برد طبعا لسه برد وهيكون في أمطار النهاردة خفيفة على القاهرة. تقريبا احنا داخلين على يعني كمان درجات حرارة أقل من الأيام اللي فاتت بالظبط. والكام يوم اللي جايين يا هدير هيكون فيهم أمطار. احنا اجازه بقى كمان يوم جايين الحمد لله. نزلت بالبلوفر المره الجايه انزل بالشمسيه. اتفضل. صباح الخير عليكم مشاهدينا. خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. لسه موجه البرد مكمله معانا والنهارده الطقس هيكون برد على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه والشمال الصعيد، وفي نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري. ده غير أنه النهاردة فيه أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 15، وأعلى درجة حرارة في شلاتين 24، وأقل درجة حرارة في سان كاترين 10. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. بنشكرك يا ليندا. شكرا ليك يا ليندا. نبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة بمجموعة من الأخبار والموضوعات اللي بتهم حضراتكم بكل تأكيد، وبنروح نبتدي بالأخبار اللي حصلت امبارح. أهم هذه الأخبار أنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع الموقف التنفيذي للمشروعات بقطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية، وأيضا أنه القوات المسلحة هنأت وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة كل سنة وكل رجال الشرطة بخير وصحة وسلامة، وأيضا البحرية المصرية والفرنسية نفذتا تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي. وأخبار تانية يا شاذلي معانا على مدار الحلقة. هيكون معانا كمان هدير متابعة لختام فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تبوك 5، بالإضافة إلى أن الحكومة قالت أنه في 103 خدمة بتقدم عبر منصة مصر الرقمية وبنستهدف الوصول ل 200 خدمة، بالإضافة إلى إعلان مجلس الوزراء أن الخميس 27 يناير أجازة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وأخبار أخرى بدايتها تكون مع هدير. اتفضلي. شكرا ليك يا شاذلي. نبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة وأولى أخبارنا. وسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل اجتماع امبارح تابع فيه الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية. من بينهم كان مشروع مجمع صناعات الغذائية بقها وإدفينة في مدينة السادات بتكلفة استثمارية حوالي 5.5 مليار جنيه. ده غير المشروع القومي للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل، وكمان تنمية قطاع الثروة السمكية في البحيرات المصرية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية قها وإدفينا والذي يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدانا وبتكلفة استثمارية حوالي 5.5 مليار جنيه، وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث سيضم المجمع 9 مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها المختلفة. وقد وجه السيد الرئيس بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجه وفقا لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي، بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير، أخذا في الاعتبار النقلة النوعية الضخمة التي سيمثلها هذا المشروع لاستكمال مدينة الصناعات الغذائية بمدينة السادات، والتي تضم سلسلة مصانع غذائية من ضمنها مجمع صناعات سايلو فودز. كما شهد الاجتماع عرض موقف زراعات الزيتون في مصر بما فيها الانتاج الكلي وحجم التصدير على مدار السنوات الماضية،
فضلا عن أهم الأصناف المنزرعة في مصر وتوزيعها الجغرافي على مستوى المحافظات، وكذا محاور الرؤية المستقبلية للنهوض بزراعة الزيتون وزيادة صادراته. وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتوسع في المساحات المنزرعة، إلى جانب تعزيز التصنيع والتسويق لزيادة القيمة المضافة من إنتاج الزيتون على المستوى المحلي، وذلك لتعظيم الاستفادة من المقومات المتعددة التي تمتلكها مصر في هذا الإطار. كما تم استعراض المشروع القومي للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل بهدف تحديث طرق زراعته باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية، وذلك من خلال ترشيد استخدام الأسمدة والبذور وسهولة استخدام نظم الري الحديثة لترشيد استخدام المياه وتيسير تطبيقات الميكنة في الزراعة لتقليل تكاليف الإنتاج والحد من الفاقد الناتج من الحصاد، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الفدانية من ناحية الكم والنوع. وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة المتطلبات اللازمة للتوسع في زراعة القصب بالشتل، خاصة ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة، إلى جانب تطبيق أساليب الري الحديث في المساحات المنزرعة بالشتل، وذلك بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية لتعريف المزارعين بالمزايا الناتجة عن تطبيق تقنية الزراعة بالشتل والمتمثلة في زيادة الإنتاج والجودة وتوفير التكاليف، وهو الأمر الذي سيكون له مردود مباشر على زيادة دخل المزارعين وتحسين مستواهم المعيشي. كما اطلع السيد الرئيس على أهم محاور الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الثروة السمكية في البحيرات المصرية على مستوى الجمهورية، سواء من خلال المصايد الطبيعية أو عن طريق الاستزراع السمكي، موجها سيادته بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر، خاصة عن طريق الالتزام بفترات وقف صيد الأسماك وقت تفريخها، إلى جانب إحكام الرقابة ومنع طرق الصيد المخالفة، بالإضافة إلى تزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج. القيادة العامة للقوات المسلحة تقدمت بالتهنئة لوزارة الداخلية ورجالها الأوفياء بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة المولى عز وجل بأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وأن تظل القوات المسلحة والشرطة المدنية دوما حصنا وسندا لمصر. القوات البحرية المصرية والفرنسية نفذوا تدريب بحري عابر بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، والتدريب اشترك فيه الفرقات المصرية بورسعيد مع فرقات فرنسية، وده في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة. التدريب المصري السعودي المشترك تبوك 5 انتهت فعالياته بمشاركة عناصر من المشاة والمدرعات والقوات الخاصة لكلا البلدين. تم تنفيذه في السعودية، وده ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية. اختتمت فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تبوك 5، والذي شاركت في تنفيذه عناصر من المشاة والمدرعات والقوات الخاصة لكلا البلدين، والذي جرت فعالياته بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية، ويأتي ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية. بدأت المرحلة الختامية بعرض التوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لمنطقة التنفيذ، والتي تتضمن عملية اقتحام وتطهير قرية حدودية تم الاستيلاء عليها بواسطة العناصر الإرهابية. وشملت المرحلة تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، حيث قامت عناصر المظلات بالقفز الحر خلف خطوط العدو لتدقيق المعلومات وقطع طرق الإمداد. ونفذت عناصر المشاة الميكانيكي والعناصر المدرعة الحصار الخارجي للقرية،
وقامت القوات الخاصة لكلا البلدين بتنفيذ الاقتحام العمودي وتطهير القرية وتحرير الرهائن، كما تم الدفع بعناصر التأمين الطبي والإداري لإعادة الحياة لطبيعتها. أعقبه اصطفاف لعناصر من القوات المشاركة في التدريب وعزف السلام الوطني لكلا البلدين. وأشاد قائد المنطقة الشمالية الغربية السعودية بالمستوى المتميز والجهد المبذول خلال مراحل التدريب وقدرتهم على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة ودقة عالية، موجهاً الشكر لجميع العناصر المشاركة في التدريب. وألقى قائد القوة المصرية المشاركة في التدريب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكداً على أن خروج التدريب بالمظهر المشرف والمستوى اللائق هو نتاج للجهد المتواصل والتدريب المستمر على مدار الأيام الماضية، مما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية. حضر المرحلة الختامية رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل اجتماع امبارح تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة مشروعات التحول الرقمي. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه منصة مصر الرقمية بتقدم 103 خدمة للمواطنين، وفي خطة أنها توصل ل 200 خدمة في نهاية 2022. كمان رئيس الوزراء أصدر قرار امبارح بمنح أجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة يوم الخميس اللي جاي 27 يناير، ودي أجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بدلا من يوم الثلاث 25 يناير. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر امبارح انفوجراف بيوضح الإنجاز اللي حققه الاقتصاد المصري في 2021. الاقتصاد المصري قدر أنه يحقق نمو اقتصادي موجب للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، سجل 3.3% في عام 2020-2021 و 3.6% عام 2019-2020. وبالنسبة للمعدل الخاص بالبطالة، فأوضح التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة للعام الثاني على التوالي. في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة 70، فيلم بعنوان 25 يناير ده بيوثق الذكرى التاريخية لبطولات رجال الشرطة. أيام المجد والبطولة متسجلة على ورق البرد وفوق حيطان المعابد والمسلات، والأهم إنها متسجلة في قلوب المصريين. مفيش حد يقدر يزيف تاريخ أو يمسح يوم من حياتنا انكتب بالنور والدم. في ليلة زي الليلة دي كانوا الرجال سهرانين حلفين يصدوا الأعادي شرطة وفدائيين، والفجر صابح ونادي يمسح دموع السنين. أنا خدني ليك الحنين يا ليلة زي الليلة دي. 8 أكتوبر عام 1951 أعلنت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى النحاس إلغاء معاهدة عام 1936، وبإلغاء المعاهدة أصبح وجود القوات البريطانية في منطقة القناة احتلالاً غير مشروع. محتل ظالم وجاير يتحامى في دباباته
والظلم ضلمة وخساير، والحق رافع راياته، عساكرنا جابوا البشاير، طلع النهار من يناير، شرطة وشباب من ولادي، الكل يهتف بلادي، يفديها روحه ودمه في ليلة زي الليلة. مش بس التل الكبير في الإسماعيلية، في كل مصر عمالنا رفضوا لقمة العيش المتغمسة في الذل وخيانة الوطن. أكتر من 60,000 عامل رفضوا الشغل في المعسكرات، وطبعاً مفيش حد بيورد للاحتلال مواد غذائية، ودي كانت أول صورة من صور المقاومة الشعبية. أول عملية قمنا بيها كان في شارع محمد علي، تاني مرة ضربناهم في القرش، في منطقة القرش، تالت مرة ضربناهم في مطار أبو سوير. عساكر الإنجليز دخلوا بيوت الناس بكل عنف وقسوة، وده طبعا زود من حدة المقاومة. كل مصطفى ربعت بتاع الشرطة بيساعدنا في أي وقت، وأول ما نروح نحط الفلوس بيجيبي اللي الشرطة اللي كانت موجودة وكانت موجودة في المنطقة دي أياميها، الساعة اتعاونت معانا لأنها ضربت عليهم، وبالطريقة دي ساعدتنا إن احنا نقدر ناخد عربات ونسوق ويغطونا. الإنجليز حصروا مدينة الإسماعيلية كلها، المداخل والمخارج، واقتحموا البيوت وفتشوها لحد ما ظهر النقيب مصطفى رفعت، واحد من أبطال قصتنا، قصة كفاح أبناء الشرطة في الإسماعيلية وكفاح مصر كلها. ونزلنا طبعاً العساكر هللت، ولقيت إكسهام بقى على باب المحافظة. Are you the officer in charge of this police station? أيوة أنا الضابط المسؤول عن الاسم. Take your soldiers and this piece of cloth hung up on the building. Head to the train station. Take the train and head to Cairo immediately. قطعة القماش اللي أنت بتتكلم عنها دي هتفضل موجودة فوق المبنى لأنها علمنا. أما بقى بالنسبة للقطر فيقدر يستناك أنت وجنودك، لأننا لو فضلنا نحارب بعض 50 سنة أنتوا برضو اللي هتمشوا. This way you are defying the Great Britain's army. أنا اللي عندي قلت. موقف ميت ميت، لكن قبل ما اموت لازم اعمل حاجه. الانجليز هجموا بالدبابات والعربيات المصفحه، وصوت المدافع رج كل البيوت في الاسماعيليه. وفي وسط ضرب النار جت مكالمه تليفونيه في كابينه المحافظه. السيد وزير الداخليه يا فندم. أنا فؤاد سراج الدين، مين معايا؟ إزباشي مصطفى رفعت يا فندم. إيه الموقف عندك يا حضرة الإزباشي؟ إحنا متحاصرين يا فندم، ومقسمين قواتنا بين المستوصف والمحافظة. 800 فرد يا فندم بالتسليح المعتاد. والقوات الإنجليزية؟ 7,000 ضابط ومجند، ومعاهم دبابات ومدافع وأسلحة تقيلة. تمام. بلغ رجالتك الصمود وحماية المكان، واحنا مش ساكتين. طمن يا فندم، احنا مش هنسيب مكاننا غير واحنا جثث هامده يا فندم. إكسهام، what do you mean? A police station in Ismailia will defeat the British army. Sir, they're fighting us back very stubbornly. It's as if they want to die. And we lost 13 of our soldiers and officers, one of which is a staff officer. Don't waste our time talking about the losses. Break into the place immediately, no matter what the consequences are. مصطفى ما تنساش، انت مش بس مسؤول عن ارواح زمايلك، انت مسؤول عن ارواح اهالي الاسماعيليه كلها. تمام يا فندم، ربنا معاك. في ابطال انكتب عليهم يحطوا حياتهم في كفه وتراب بلدهم في الكفه الثانيه، واختاروا تراب البلد. على مدار تاريخ مصر فيه لحظات فاصله، لحظه بتصنع البطل، لازم يكون قدها ويشيل مسؤولية بلده على كتافه حتى لو كانت حياته الثمن. وصل عدد شهدائنا 50 شهيد،
و80 مصاب وجريح. القوات الإنجليزية ضربت كابلات الكهرباء وأنابيب المياه. المياه كانت بتنزل على الجروح تكويها، لكن في جندي رفض إن زمايله يسعفوه علشان ما يسيبوش سلاحهم وسط المعركة، وجندي تاني كتب على الأرض بدمه تحيا مصر. خرجنا الخروج يعني مشاهدة طابور مظبوط، والعساكر حية عساكر الإنجليز حية الطابور بتاعنا وانا خارجين بالبروج، يعني كان حاجة، يعني الواحد حس انه كبر بقى يعني جبل. لما مصطفى رفعت وعد عساكره ان فيه معارك كتيرة لسه جاية، كان صادق في كلامه وشايف الحقيقة بعين القائد. طول ما فيه ناس طمعانة في خير مصر، طول ما فيه تحديات كبيرة، جنودنا الأبطال لسه كل واحد في مكانه، وحيفضلوا دايماً موجودين ويكتبوا بعرقهم ودمهم تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. من الأخبار اللي حصلت امبارح نروح مع حضراتكم للأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. والنهاردة هتبدأ اختبارات سنة تانية ثانوي، وطلاب هيؤدوا امتحان مادة اللغة العربية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. كمان من ضمن الأخبار اللي هتحصل النهاردة، المركز القومي لثقافة الطفل هينظم منتدى ثقافة الطفل في نسخته السادسة الساعة 4 العصر بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينة. النهاردة كمان حيتم تنظيم 8 قوافل طبية ضمن مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة للكشف والعلاج بالمجان في التخصصات الطبية المختلفة، وده حيكون في محافظات البحر الأحمر والأليوبية والمنوفية وكفر الشيخ وسوهاج والوادي الجديد والفيوم وأسيوط. دلوقتي نروح مع حضراتكم مجموعة من الأخبار الخفيفة اللي حصلت برا مصر. في مقطع فيديو حقيقة ظريف شوية كده انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أنثى البغبغان اسمها جوتشي، معرفش يعني مين مسميها بتاعت حد تقريبا، بتستعرض موهبتها الاستثنائية في تقليد نغمة تليفون منتشرة كده، وناس كتيرة يمكن بتحط هذه النغمة على تليفوناتها. ده أثار انتباه الناس اللي اتفرجوا على الفيديو، خلاهم ينشروا الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي. ممكن دلوقتي نسمع بقى صوت النغمة. كوكو كوكو جوتشي كوكو كوكو. لا، البغبغانات حكاية مختلفة. أنا كان عندي بغبغان كان عامل قلق في البيت، بيقلد صوت الجرس، بينده علينا كلنا والله. يعني وأنا بعد شوية بقيت ما باخدش بالي هو ده بجد حقيقة جرس ولا هو اللي بيعمل كده، فيعني كان عامل قلق في البيت. ما تتكلمش قدامه في نميمة بقى عشان ده مش هيسكت، يعني بيعملوا مشاكل كتير البغبغانات. طيب نروح مع حضراتكم لفيديو انتشر كده وخد مساحة من الاهتمام، ظاهرة طبيعية اسمها توهج مية الساحل، وده يعني بتتحول للضوء أزرق في مارينا بالولايات المتحدة الأمريكية. وزي ما حضراتكم هتشوفوا معانا دلوقتي على الشاشة، المية بيحصل لها توهج أول ما الشخص بيلمسها أو بيحركها، وده يمكن فسروا العلماء وقالوا إنه ده بفعل ظاهرة علمية اسمها الضيائية الأحيائية. لسه بنتابع مع حضراتكم الفيديوهات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخصوص بقى موجة البرد القارس اللي بنعيشها دلوقتي وبيعيشها أغلب دول العالم. رجل كندي وثق لحظة تجمد الأكل بتاعه بمجرد ما حطه برا البيت وعرضه للهواء. مقطع الفيديو اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي اتصور في ولاية مانيتوبا الكندية، درجة الحرارة هناك 40 درجة تحت الصفر. الراجل اللي شفتوه في الفيديو ده كان عاوز يعمل التجربة دي لأولاده عشان يثبت لهم مدى برودة الطقس في الخارج، ومن هنا بقى راح جاب طبق وحط فيه شوية شعرية سريعة التحضير وهي سخنة طبعا، بمجرد ما طلعها بره وتعرضت للطقس البارد اتجمدت في ثواني. هم أكيد كانوا عايزين يخرجوا، فهو كان عايز يوريهم مصيرهم هيبقى عامل إزاي. بس احنا بنشتكي طبعا ان احنا بنقول لما بنعمل كوبايه شاي ما بتاخدش دقيقه وتبرد، فهناك ما بتاخدش دقيقه وتتجمد مش تبرد.
صديقة عايشة في روسيا من كام يوم كانت بتبعت لي على مواقع التواصل الاجتماعي، أنا شايفاكم بتشتكوا من البرد، لازم تيجوا. أنت ربنا يكون في عونك أنت. إحنا خلاص مش هنشتكي من البرد تاني. دلوقتي مشاهدينا هنسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع من بعده نكمل فقراتنا، خليكم دايما مستنيين. اهلا بحضراتكم مره تانية. دلوقتي هنروح لليندا عشان تطمنا على حاله الطقس ودرجات الحراره المتوقعه النهارده. اتفضلي ليندا. بجانب الامطار يا شاذلي اللي احنا اشرنا اليها الخفيفه بالظبط اللي اشرنا اليها في بدايه الحلقه، في نشاط لرياح وفي اضطراب في الملاحه البحريه على البحر المتوسط. اتفضلي قولي لنا التفاصيل. هيئه الارصاد الجويه بتتوقع انه النهارده الطقس هيكون برد على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء والشمال الصعيد، وهيكون معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. لكن بالليل الطقس هيكون شديد البرودة على الأنحاء كافة، هيصل لحد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء والشمال الصعيد. النهاردة هيكون في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة. كمان هيكون في أمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 15 والصغرى بتسجل 7، الإسكندرية العظمى 15 والصغرى 8، مرسى مطروح العظمى 15 والصغرى 7، سيوة العظمى 15 والصغرى 4، بورسعيد العظمى 16 والصغرى 8، دمياط العظمى 15 والصغرى 7، الإسماعيلية العظمى 16 والصغرى 6، والسويس العظمى 16 والصغرى بتسجل 7. هنروح للعريش العظمى فيها 14 والصغرى بتسجل 7، طابق العظمى 16 والصغرى 10، سان كاترين العظمى 10 والصغرى 0، شرم الشيخ العظمى 20 والصغرى 12، الغردقة العظمى فيها كمان 20 والصغرى بتسجل 12، الفيوم العظمى 17 والصغرى 3، بني سويف العظمى كمان 17 والصغرى كمان بتسجل 3، المنيا العظمى 17 والصغرى بتسجل 4. هنروح لأسيوط العظمى فيها بتسجل 17 والصغرى 5، سوهاج العظمى 17 والصغرى 5، قنا العظمى 18 والصغرى 5، الأقصر العظمى 19 والصغرى 6، أسوان العظمى 20 والصغرى 7، الوادي الجديد العظمى 19 والصغرى 6، شلاتين العظمى 24 والصغرى 10، وأخيرا حلايب العظمى 22 والصغرى بتسجل 11. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكمل بقية فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك. ليك يا ليلى. بنشكرك يا ليلى. امبارح طبعا ما فيش شك ان كلنا كنا بنتابع قرعه الدور الحاسم من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022. مصر جت في مواجهه قويه جدا مع السنغال، لكن ان شاء الله هنقدر نتجاوز الماتشين اللي هيتلعبوا في شهر مارس اللي جاي. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أعلن قرعة الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. وضعت القرعة منتخب مصر صاحب التصنيف الثاني في مواجهة مع منتخب السنغال صاحب التصنيف الأول، على أن تقام الجولة الفاصلة على مبارتين ذهاباً وإياباً، الأولى تقام في القاهرة في 24 من مارس، والثانية في السنغال في 29 من مارس القادم. ومع إعلان القرعة سادت حالة من ردود الأفعال على تلك المواجهة القوية بين المنتخبين الكبيرين في القارة الإفريقية، وعقدت المقارنات بين نجمي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح نجم منتخب مصر وساديو ماني نجم منتخب السنغال. وبات من المؤكد أن كأس العالم 2022 يخسر أحد النجمين العالميين في عالم كرة القدم وكتيبة من النجوم المتألقين في القارة العجوز والقارة السمراء. كما شهدت القرعة مواجهات أخرى قوية للمنتخبات العربية وبعضها وصفت بالسهلة، حيث وقع منتخب الجزائر في مواجهة أخرى حديدية مع منتخب الكاميرون القوي والعنيد، وهي مواجهة تحمل ذكرى سيئة للمنتخب الجزائري الذي ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية من الدور الأول وخسر لقبه الإفريقي على الأراضي الكاميرونية. ويواجه المنتخب التونسي نظيره المالي وإن كانت أسهل نسبياً، وتصب الترشيحات في صالح منتخب نسور قرطاج.
وسادت حالة من الارتياح في الأوساط الكروية المغربية بعدما أوقعت القرعة منتخب المغرب في مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية، والذي يعتبر أقل الفرق العشر كروياً وفنياً. لكن لا يؤمن دهاء المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر في قيادة منتخب الكونغو الديمقراطية والمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، والذي يسعى لتكرار تجربة التأهل للمرة الثانية على التوالي مع منتخب من القارة الإفريقية بعد نجاحه مع منتخب مصر في كأس العالم 2018. وآخر المواجهات تحمل طابعاً كلاسيكياً في القارة الإفريقية، وهي بين منتخبي غانا ونيجيريا، ويشهد شهر مارس تأهل 5 منتخبات لكأس العالم عن القارة الإفريقية من أصل 10. طبعاً مواجهة قوية بين صلاح وبين ماني، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني. مباراة الذهاب هتكون 24 مارس، ومباراة هنا في القاهرة، ومباراة الإياب هتكون 29 مارس في دكار. القرعة أسفرت عن 5 مباريات، مصر تلعب مع السنغال، والكاميرون ضد الجزائر، ونيجيريا ضد غانا، والكونغو ضد المغرب، وتونس ضد مالي. طبعاً يعني لازم نكون وراء منتخبنا بشكل كبير، ندعمه، ويعني على مواقع التواصل الاجتماعي شويه في حاله كده من عدم التفاؤل، لكن خلينا يعني عدينا حاجات كتير اصعب من دي، وان شاء الله سواء المباراه اللي جايه مع الكوت ديفوار في كاس افريقيا، وكمان مباراه السنغال، كل هذه المباريات تعدي على خير ونحتفل بمنتخبنا الوطني. ويعني كنا بنشوف الناس بتشجع الجزائر ازاي رغم الخساره الكبيره. صحيح. اللي خسرتها الجزائر، لكن كان في روح قويه للمنتخب حتى بعد الخساره. انت بتقولي حاله من التشاؤم يمكن من الاداء خلال الفتره اللي فاتت، لكنه مشروع، لكن في النهايه لا نملك غير اننا ندعم المنتخب في هذه المرحله. احنا عندنا كمصريين في الجينات بتاعتنا كده اسمها روح المصريين، دي لو حضرت هنعدي الماتشين بمنتهى السهوله، سواء اللي في تصفيات كاس العالم او في البطوله الافريقيه. هي الفكره في اللعب الروح، احنا ممكن يكون عندنا تحفظات على اداء المدير الفني، تحفظات على اداء بعض اللعيبه، لكن في النهايه اللعيبه دي لو لعبت بروح، ويمكن انا مش هرجع ورا لاجيال قديمه، انا هرجع لكاس العرب لما لعبنا الجزائر كان عندنا روح حلوه قوي واحنا بنلعبهم، فلو استعدنا هذه الروح واسترجعنا هذه الروح ان شاء الله نعمل مباراه بالتأكيد مهمه جدا خلال الفتره اللي جايه. طيب دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الاخبار مع ليندا. اتفضلي يا ليندا. شكرا هدير. 8 بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضغط الجدول الزمني لتنفيذ مشروع مجمع الصناعات الغذائية قهوة إدفينا، ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجه وفقا لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي، بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة. وشهد الاجتماع عرض موقف زراعات الزيتون في مصر، حيث وجه الرئيس السيسي بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتوسع في المساحات المنزرعة، كما وجه الرئيس السيسي بتوفير كافة المتطلبات اللازمة للتوسع في زراعة القصب بالشتلة، خاصة ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة، إلى جانب تطبيق أساليب الري الحديث في المساحات المنزرعة بالشتلة. واطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهم محاور الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الثروة السمكية في البحيرات على مستوى الجمهورية. تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة، وعرض وزير الاتصالات مشروعات التحول الرقمي وخاصة منصة مصر الرقمية التي أطلقت في يوليو 2020، كما تناول موقف خطة تطوير مكاتب البريد، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 1329 مكتبا من المستهدف لعام 2021. وأشار وزير الاتصالات إلى أنه يتم التنسيق لوضع آليات التكامل بين منظومة الأجور والمرتبات مع منظومة الموارد البشرية من خلال قاعدة بيانات موحدة، كما يجري العمل على إطلاق الإصدار الثاني من تطبيق إدارة المشروعات القومية لإدارة مشروع حياة كريمة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1703 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 342,762 حالة حتى اليوم. وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته، لافتة إلى وفاة 41 حالة جديدة. أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 157,393 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى نحو 24 مليون إصابة منذ بدء الجائحة. وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أنه تم تسجيل 238 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في البرازيل إلى 622,801 حالة. تقدم قائد البحرية الألمانية كاي أخيم شومباخ باستقالته من منصبه بعد إدلائه بتصريحات حول الأزمة الأوكرانية. وكان شومباخ قد صرح خلال اجتماع عقد في نيودالي أن ما يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الاحترام، ومن السهل منحه الاحترام الذي يريده والذي يستحقه أيضا. وأضاف أن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 لن تعود إلى أوكرانيا. وفي وقت لاحق قدم شومباخ اعتذاره، وأكد في تغريدة أن كلامه لا يعبر سوى عن موقفه الخاص قبل أن يتقدم باستقالته، من أجل ما وصفه بتفادي إلحاق المزيد من الأذى بالبحرية الألمانية وبجمهورية ألمانيا الفيدرالية. أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي. جاء ذلك خلال اللقاء بين صالح والقاظمي، وأشار بيان صادر عن الرئاسة العراقية إلى أن اللقاء شهد بحث مجمل الأوضاع العامة والتأكيد على أهمية حماية المواطنين وقطع الطريق أمام محاولات تنظيم داعش الإرهابي لاستهداف أمنهم، بالإضافة لتوفير الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها. كما تم التشديد خلال اللقاء على أهمية تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والشروع في الاستحقاقات الوطنية الدستورية. نهاية موجز الثامنة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. في عام المجتمع المدني اللي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصا على دمج كل منظمات المجتمع المدني وتوفيق أوضاعها، مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بيتيح مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لمدة سنة كمان. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معنا على التليفون الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن لمؤسسات المجتمع الأهلي. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير عليك كافة المشاهدين. يا أهلا بحضرتك. عايزين نعرف بس في البداية عن إيه توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلي. طبعا هو بدايه في قانون تنظيم ممارسه العمل الاهلي صادر برقم 149 سنه 2019، القانون عندما صدر نص الماده الثانيه من مواد اصدار القانون ان كافه منظمات المجتمع الاهلي عليها ان توفق اوضاعها خلال سنه من تاريخ صدور لائحه تنفيذيه للقانون. اللائحه التنفيذيه للقانون صدرت في 11 يناير 2021 من السيد رئيس مجلس الوزراء، وبناء عليه كان عندنا مهله سنه لكافه مؤسسات المجتمع الاهلي لتوفيق اوضاعها. توفيق الاوضاع ده يعني ان كل مؤسسه عمل اهلي عليها ان هي تعيد الموافقه على لائحه النظام الاساسي واللوائح الداخليه المنظمه ليها بما يتفق واحكام القانون الجديد. فبناء عليه كل جمعيه ومؤسسه عمل اهلي كان مطلوب منها ان هي تعد مشروع لائحه جديد وفقا للنظام الاساسي اللي بيتفق مع احكام القانون الجديد، وتدعو جمعيه عموميه غير عاديه للموافقه على النظام الجديد، والتسجيل ورقي والكتروني من خلال المنظومه الالكترونيه اللي اطلقتها وزاره التضامن الاجتماعي، بتسجل عليه المستندات الخاصه بتوفيق الاوضاع اللي هي متعلقه بمحضر مجلس الاداره ومحضر الجمعيه العموميه غير العاديه
ولائحه النظام الاساسي المعدله وفقا لاحكام القانون. طيب استاذ ايمن، ايه الفايده من مساله توفيق الاوضاع ده بالنسبه للجمعيات؟ لا، هو الفايده هو طبعا مع صدور اي تشريع جديد للعمل الاهلي مطلوب من كل الكيانات المسجله ان هي توفق اوضاعها بما يتفق احكام القانون، فالفايده اللي انا بعدل النظم الخاصه بيا بما يتفق احكام القانون الجديد. طبعا القانون الجديد بيشهد العديد من الامتيازات والعديد من الاجابات الخاصه بالعمل الاهلي، فبالتالي كل اللوائح القديمه اللي كانت الجامعات بتعمل بيها بتتطلب تعديلها بما يتفق والفلسفه الجديده للقانون اللي طبيعه الامتيازات دي ايه يا فندم؟ اللي بتقدم من خلال القانون دي. هو طبعا القانون ادى مساحه اكبر للعمل الاهلي، اتبنى على فلسفه من الشراكه بين الحكومه وبين مؤسسات المجتمع الاهلي في العمل بعد تحقيق التنميه المستدامه. في عديد من الامتيازات والتسهيلات اللي بتتقدم والتخفيضات اللي بتتقدم للمؤسسات العمل الاهلي، سواء اعفاءات جمركيه، سواء تخفيض في استهلاك الكهرباء والميه، سواء نظامها الاساسي وكيفيه اختيار مجالس ادارتها وكيفيه انتخاب مجالس ادارتها لدوره مدتها 4 سنوات، كذلك اتاحه الشان الداخلي للجمعيات دون تدخل من الجهه الاداريه، تحديد وسائل دعوه الجمعيه العموميه ومجلس الاداره وفقا لكل نظام اساسي لكل جمعيه، كذلك ما فيش عقوبات سلبه للحريه في قانون الجمعيات الجديد، ودي اول مره تحدث في تشريع يخص العمل الاهلي، تنظيم تلقي التبرعات وكذلك تنظيم تلقي التمويل الاجنبي من الخارج. دي نقطة مهمة جدا انه تم التركيز عليها في القانون الجديد، تلقي التبرعات عشان نعرف هي جاية منين ورايحة فين، وكذلك التمويل ايضا من الخارج. تمام، بكل تأكيد دي احد الامتيازات، وحددت مهلة زمنية لكل طرف من الاطراف سواء الجمعية او الجهة الادارية فيما يخص التوقيتات الزمنية لتقديم الاوراق والمستندات والموافقة عليها، فبالتالي ادت مرونة وتسهيلات اكتر وادت شفافية في التعامل ما بين الجمعية وما بين الجهة الادارية. عظيم، احنا عايزين بس نركز على حاجة، ان زي ما قلنا ان ده قانون جديد، فبالتالي كل المؤسسات كل الجمعيات الاهلية يجب عليها توفيق اوضاعها، يعني المسألة مش متعلقة مثلا بالقانون القديم ففي بعض المخالفات في جمعيات او مؤسسات فبتوفق اوضاعها، لا، كل المؤسسات كل الجمعيات الاهلية. بكل تأكيد، هو طبعا مع صدور اي تشريع بيبقى فيه الزام على كل المؤسسات ان هي توفق اوضاعها، تعيد تسجيلها واشعارها من جديد وفقا لاحكام القانون، فده مش مبني على وجود مخالفات او غيره، بالعكس ده بمثابه يعني شهاده ميلاد جديده لكل مؤسسه عمل اهلي بتعمل في مصر. احنا عندنا اكثر من 52,000 مؤسسه عمل اهلي بتشتغل في مصر. طبعا اللي وفق اوضاعه اللي تقدم بطلب توفيق اوضاع 32,000 جمعيه، واللي استوفى اوراقه 28,000 جمعيه فيما يخص توفيق الاوضاع خلال المده السنه اللي كانت محدده طبقا لاحكام القانون. وبناء عليه وزاره التضامن يعني دعت الى تعديل تشريعي فيما يخص مد المهله ومهره اخرى، وعرضت مشروع تعديل على مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء تفضل بالموافقه على منح عشان باقي الجمعيات تلحق تقدم هي كمان. عشان باقي الجمعيات تلحق، لان احنا استندنا ان كان في معوقات تخص يعني فتره توفير الاوضاع، اهمها طبعا جائحه كورونا. استاذ ايمن، هو ده مش متوفر الكترونيا؟ يعني الجمعيات ما تقدرش تعمل ده الكترونيا لانه بنتكلم على موضوع الجائحه. تقدر توفر اوضاعها الكترونيا ان هي تسجل الكترونيا، انما اجراءات توفير الاوضاع بتقتضي دعوه المجلس الاداره ودعوه الجمعيات العموميه للانعقاد للتوزيع على لائحه. فبالتالي في العديد من الجمعيات عدد الاعضاء فيها بيتجاوز الالوفات، فبالتالي شاذين يجتمعوا بسبب جائحه كورونا. فده من ضمن الاسباب الرئيسيه. السبب الثاني المنظومه الالكترونيه، وده نهج جديد ما بتنتهجه وزاره التضامن الاجتماعي فيما يخص التحول الرقمي لمؤسسات العمل الاهلي، طالما في نظام جديد فبيحتاج طبعا بعض الوقت فيما يخص التاجيل والتدريب سواء للقائمين عليه او كذلك للجمعيات والتعامل مع مؤسسات العمل الاهلي، فبالتالي دعا ذلك وزاره التضامن المطالبه بتعديل فتره توفير الاوضاع ومنح فرصه للجمعيات، خاصه احنا بنتكلم ان السيد الرئيس دعا لعام 22 عام المجتمع المدني، فبالتالي لازم الدوله تكون مسانده وتقدم تسهيلات كثيره لمؤسسات المجتمع المدني حتى تستطيع ان هي تكون شريك رئيسي وفعال بالفعل مع الدوله بتحقيق اهداف التنميه المستدامه لمصر. طب احنا لحد دلوقتي عندنا كام جمعيه تقدمت باوراقها لتقنين الاوضاع؟
32,000 جنائية. والمفروض ان احنا يعني ايه المستهدف ان احنا نوصل له؟ الرقم المستهدف ان احنا نوصل له؟ لا، هو المستهدف ان احنا عندنا 52,600 ده اللي كنا مستهدفين، ولكن بكل تاكيد مش كل احنا مش بندور على عدد الجمعيات المجتمعه انها ممكن توفر اوضاعها، لان في جمعيات بالفعل يعني متوقفه من فتره لاسباب متعدده، منها غياب عدد من مجالس الادارات نتيجه للوفاه او نتيجه لعدم رغبه باقي الاعضاء في استكمال مسيره العمل الاهلي، كذلك ان في بعض الجمعيات توقفت لعدم وجود تمويل خاص بها. دي كلها اسباب دعت بعض الجمعيات انها تستكمل ولكن في النهايه احنا طبعا الدوله بتمد ايديها لكل مؤسسات العمل الاهلي ان هي توفر اوضاعها. بنتمنى ان الجميع يوفق اوضاعه، بنتمنى ان حتى المؤسسات اللي ما كانتش شغاله وكانت عندها بعض المعوقات انها تتقدم للجهه الاداريه. عظيم عظيم ان احنا راينا حاجه زي دي، عظيم ان احنا راينا ان في فتره كورونا بالتاكيد كان في ظروف كتيره جدا للجمعيات لمؤسسات مختلفه ان هي مش قادره ان هي توفق اوضاعها. فالموضوع مش تعسيف على الفاضي، مش قيود بتفرض على هذه الجمعيات الاهليه ولا المؤسسات، لا، الموضوع احنا بنوفق اوضاعنا وفق قانون جديد، وعشان كده كانت المدة سنة، فزودنا أو طلبنا تعديل بزيادة المدة لسنة أخرى عشان هذه الجمعيات تلحق أن هي توفق أوضاعها. تمام، بكل تأكيد هو ده الهدف الرئيسي اللي احنا وده ثقة من الدولة في الجمعيات الأهلية، وندي مساحة أكبر للجمعيات الأهلية حتى تتمكن أن هي تستمر، وحتى تتمكن أن هي تقوم بدورها الفعال في خدمة المواطن. فبالتالي الدولة لازم، الحكومة لازم تقدم تيسيرات للمؤسسات المجتمع المدني باعتبار ان هي شريك رئيسي للدوله، ونحن كلنا بنشهد العديد من المبادرات اللي بتطلقها الدوله، ومنها طبعا المبادره القوميه حياه كريمه، الجمعيات شريك رئيسي فيها مع وزاره التضامن ومع الحكومه في تنفيذ العديد من التدخلات، فدي ثقه من الدوله في المجتمع الاهلي. عظيم جدا استاذ ايمن عبد المجود مساعد وزير التضامن لمؤسسات المجتمع الاهلي، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. طيب نروح مع حضراتكم لموضوع تاني ومسألة الحقيقة يعني الدولة المصرية يعني أنهت عليها بشكل كبير، وهي مسألة فيروس سي. وإحنا بنتكلم دلوقتي أنه كمان بقينا بنعمل فحص داخل المدارس على الأطفال للكشف عن فيروس سي، والكلام ده بيحصل للسنة الرابعة على التوالي. بيتم تنظيم مبادرة للكشف المبكر عن فيروس سي ما بين طلاب الإعدادي، وده وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أيام لطلاب الإعدادية، وده لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سي. المبادرة فحصت 1,093,000 طالب ووفرت العلاج بالمجان للطلاب المصابين. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي. صباح الخير عليك يا دكتور، ويعني بنتكلم إن المبادرة دي للسنة الرابعة على التوالي، لو نعرف بالمقارنة بالسنين اللي فاتت النتائج عاملة إزاي بعد هذه الجهود الكبيرة اللي بتقوم بها الدولة لمكافحة فيروس سي. صباح الخير يا استاذه غدير، بصبح على حضرتك وعلى الساده المشاهدين جميعا. زي ما حضرتك ذكرتي، بناء على تعليمات فخامه رئيس الجمهوريه، السنه دي هي السنه الرابعه لفحص طلاب الاعدادي في فيروس سي. طبعا السنه دي الاعداد اقل كتير جدا من السنه اللي فاتت، احنا فحصنا لغايه امبارح 1,142,360 طالب في المرحلة الأولى إعدادي، نسبة الإيجابية فيهم لم تتعدى 9%. طريقة الفحص في العمر ده بتكون إيه يا فندم؟ إحنا بنبدأ الفحص في المدارس بالتحاليل السريعة، بالكشف السريع، بالكواشف السريعة، وإذا ثبت إيجابية أي حد من الطلاب بيتم تحويله للجان الكبد المنتشرة في الجمهورية كلها وعددها 24 لجنة. بيتم بعد كده عمل فحوصات متقدمة للتأكد من إصابة الطفل بفيروس سي، وإذا ما تم ثبات الإيجابية بيتم إعطاءه العلاج بالمجان. طيب هل عندنا إصابات؟ احنا بنتكلم في أننا فحصنا 1,093,000 طالب، هل عندنا حصيلة أو إحصائية لإثبات أو تابوت إصابات لعدد من الطلاب؟ احنا فحصنا 1,142,360 لغاية امبارح. الايجابي فيهم نسبة 9%، عددهم 1,109 طالب، وتلقى العلاج بالفعل منهم 550 طالب، والباقي تحت الفحوصات المتقدمة استعدادا لتلقي العلاج. عظيم. طب المبادرة انتهت يا فندم ولا لسه شغالة؟
لا المبادره مستمره، ولو حتى الترم الاول خلص احنا مكملين للترم الثاني كمان ان شاء الله لغايه ما ننهي كل الطلاب. المستهدف عندنا 2.5 مليون طالب في المرحله الاولى الاعدادي، فاحنا مستمرين لغايه ما نخلص المستهدف كله ان شاء الله. هل بيسبق المبادره حملات مثلا للتوعيه داخل المدارس سواء من قبل المدارس نفسها او من قبل وزاره الصحه؟ اكيد طبعا في تنسيق عالي جدا ما بيننا وما بين مديريه التربيه والتعليم في المحافظات، في جلسات تحضيرية وفي محاضرات بتتم عن طريق المشرفين الصحيين اللي في المدارس والدائرات الصحيات على طرق الوقاية وعلى طبيعة المرض وعلى طبيعة الانتشار. بيتم ده طبعا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم اللي موجودة في كل محافظة. عظيم. طيب دكتور محمد، احنا مركزين فقط مع طلاب الإعدادية ولا في طلاب من مراحل تعليمية أخرى برضو بتشملهم المبادرة؟ زي ما ذكرت حضرتك في الأول دي السنة الرابعة، فده معناه أن طلاب الثانوي تم فحصهم في خلال السنوات الثلاثة اللي فاتوا. فالطالب اللي في الإعدادي دلوقت الثلاث سنين اللي فحصنا اللي في المرحلة الثانوية الحالية، لكن ما يعادش فحصه مرة تانية قد يكون أصيب أو كده؟ بيعاد بعد كده، بس مش يعني مفيش مبادره ليه قامت دلوقتي كفحوصات دوريه او كده بتحصل بصوره عن طريق غير مبادره يعني بصوره عاديه. دكتور محمد، ايه اهم اسباب الاصابه في عمر زي ده بفيروس سي؟ اكيد طبعا الفيروس سي انتشاره الاساسي عن طريق الدم، فبيكون عن طريق الوخز بحقن بسرنجات ملوثه او حقنه ملوثه، نقل الدم. في البعض بيصاب من الام من فتره سابقه، لكن مع الاسف احنا ما بنقدرش ان احنا نفحص قبل المرحله الاعداديه، لان العلاج بيعطى في سن 12 سنه، فده السبب ان احنا بنبدا على في المرحله الاعداديه في الفحص. بيصاب من الام، حضرتك تقول تقصد ان هو عامل وراثي مثلا؟ لا مش عامل وراثي، من الطفوله، ممكن يكون من الطفوله من الولاده او كده، لكن العدوى الاساسيه بتنتقل عن طريق الدم، عن طريق نقل الدم او عن طريق الوخز او عن طريق طبيب الاسنان بادوات غير نظيفه. كل الاساليب دي طبعا بيتم القائها على الطلاب في المدارس والاهالي عن طريق الدائرات الصحيات والفريق الطبي اللي موجود في المدارس. عظيم. يعني في توعيه كمان للناس بالاسباب اللي بتؤدي الى الاصابه بفيروس سي؟ اكيد طبعا طبعا، التوعية مستمرة. التوعية بالنسبة للوزارة اختلفت طرقها وأساليبها، بقت متقدمة جدا، واللوحات الإرشادية موجودة في كل المدارس. عظيم. وعايز أقول لحضرتك كمان إحنا يعني برضو شغالين في المبادرة الكبيرة بتاعت الكشف على الأنيميا والتقزم وقصر القامة، ودي مبادرة إحنا بادئينها من خلال 419 فريق طبي، عاملين 255 عيادة ربط للكشف على الطلاب في المدارس، الطلاب الابتدائي قبل المرحلة الإعدادية. عظيم. وعندنا زي ما قلت لحضرتك 255 عيادة ربط في محافظات الجمهورية، والهدف من ده ان احنا نعالج سوء التغذية من الأول، من البداية، لإنشاء جيل صحي للاستفادة من الثروة القومية من الأطفال. نصايح حضرتك يا دكتور محمد للأمهات في مسألة سوء التغذية ده، وإزاي تتعامل مع الأطفال في العمر ده؟ إحنا في تنسيق ما بيننا وما بين المعهد القومي للتغذية وأساتذة الجامعة، مع استشاريين تغذية من الوزارة ومن أساتذة الجامعة ومن المعهد القومي للتغذية، عن طريق عمل برامج تغذية صحية للطلاب اللي بيتم الكشف الاكتشاف ان هم عندهم نوع من انواع سوء التغذيه ومسبب انيميا او قصر قامه او سمنه. بيتحط برنامج غذائي للطفل وبيتم علاجه، بالاضافه الى زي ما ذكرنا التوعيه المدرسيه عن طريق الفرق الطبيه اللي موجوده بصوره دوريه. الوجبه المدرسيه نفسها السنة دي مختلفة اختلاف كامل عن الفترات اللي فاتت، معاييرها طبقا لمعايير دولية محطوطة بالتنسيق مع المعهد القومي للتغذية. عظيم. دكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. دلوقتي مشاهدينا نسيب حضراتكم مع فاصل وهنرجع من بعده نكمل فقراتنا، خليكم دايما مستنيين.
اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. دلوقتي هنروح لليندا ومعاها جوله في الاخبار الرياضيه. اتفضلي ليندا. شكرا يا شاذلي. صباح الخير عليكم مشاهدينا مره تانية، واهلا بكم في جوله مع اهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. مواجهات قويه في الجوله الاخيره لتصفيات كاس العالم عن قاره افريقيا. منتخب مصر هيواجه السنغال في مواجهه صعبه جدا، لكن ان شاء الله المنتخب المصري قادر على انه يحقق الحلم ونوصل لكاس العالم. خلونا نحلل القرعة وفرص مصر، ومعانا على التليفون الأستاذ ماهر جنينة محلل الكرة الإفريقية. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير عليك ليندا وعلى كل مشاهدينك. يعني يا أستاذ ماهر، شفت القرعة إزاي؟ وهل السنغال منتخب متوسط بالنسبة لمصر وأفضل من منتخبات تانية؟ منتخب السنغال واحد من أقوى المنتخبات في القارة الإفريقية، مع مدرب قوي جدا أليو سيسي، متواجد منذ فترة طويلة مع منتخب السنغال. أكيد يعني شفناهم في بطولة 2019 لبطولة الأمم الأفريقية اللي كانت في القاهرة. المنتخب السنغالي قدر إنه يحقق المركز الثاني، وكان قريب جدا إنه هو يحقق البطولة كمان، لكن المنتخب الجزائري قدر يحقق البطولة. منتخب قوي، منتخب متكامل، عنده لعيبة مميزة يعني في أفضل أندية أوروبا، أبرزهم ساديو ماني نجم ليفربول، كاليدو كلوبالي في نابولي، ادوارد مندي واحد من افضل حراس المرمى في العالم، ميجاييه في باريس سان جيرمان، اسماء كبيره، اسماء عندها خبرات كبيره جدا. كمان المدرب المحلي اليو سيسي ماشي مع الفريق بشكل كويس جدا، قدر يوصل معاهم كاس العالم برضه 2018 في روسيا. اعتقد المواجهه يعني صعبه، يعني مواجهه مش عايزين نقول يعني مواجهه سهله او السنغال فريق سهل بالنسبه لمنتخب مصر، لا الماتش هيكون ماتش مش سهل، لكن رجاله مصر قدها ان شاء الله بلاعيبه مصر، بوجود محمد صلاح اللي وجوده وحده بيبقى اضافه لاي فريق. وجود محمد صلاح بيخوف اي فرقه قدامه، وكمان اسم منتخب مصر بيخوف اي فريق في القاره الافريقيه، لكن السنغال منتخب قوي جدا جدا. وكنت اتمنى ان منتخب مصر يبعد عن المنتخب السنغالي، لان خلاص المنتخب السنغالي منتخب متكامل، يعني مش مقياس أداؤه في بطولة الأمم الأفريقية الحالية، وكمان مش مقياس أداء منتخب مصر في البطولة الحالية في أمم أفريقيا، لكن اللقاء المصيري في كأس العالم بيتحدد عليه حاجات كتير، وبيكون فيه دوافع كتيرة جدا للعيبة تحديدا في اللقاءات اللي زي دي. والسنغال عندها عناصر كلها خبرات في أوروبا يعني، بس إن شاء الله يعني رجالتنا قدها ونقدر نوصل كأس العالم إن شاء الله. طيب هل حضرتك شايف ان مصر قادره على حسم المواجهات والصعود لكاس العالم في قطر، بمنطق ان دول ماتشين يعني ونقدر نموت نفسنا في الملعب، ونقدر كمان بعد 20 سنه من صعود السنغال على حسابنا ان احنا نصعد على حسابها؟ هو يعني المواجهات الحاسمه دي يعني معروف احنا بنبقى قدها، يعني رجاله منتخب مصر بيبقوا قد المواجهات دي، لكن لو هنتكلم على الورق وعلى الفروق الفنيه ما نضحكش على نفسنا. المنتخب السنغالي يعني فارق كبير جدا عن منتخب مصر، لكن منتخب مصر علينا ان احنا نستعد للماتشين دول بشكل كويس جدا، نعمل معسكر طويل قبل الماتشين. زي ما قلت لك وجود محمد صلاح بيكون فارق بشكل كبير جدا قدام اي خصم، يعني محمد صلاح وجوده كده في ارض الملعب بيخوف اي خصم قدامه. لكن لو هنبص برضو على الاسماء على الجانب الاخر في منتخب السنغال، هنلاقي ساديو ماني متواجد مع محمد صلاح برضو في ليفربول، وقائد منتخب السنغال ادريسا جايه، اسماعيل صار، لا اسماء كبيره. هي المواجهه ليست المواجهه السهله، ولعيبه منتخب مصر عارفه كده، يعني اكيد لعيبه منتخب مصر عارفه وفاهمه ان منتخب السنغال دي مش المواجهه السهله، مش المواجهه اللي احنا كنا نتمناها. لكن ان شاء الله يكون لقاء الذهاب في القاهره نعمل نتيجه ايجابيه جدا، وبعد كده لقاء العوده في السنغال، خصوصا عندهم ملعب جديد يعني ملعب كبير جدا بيتم تجهيزه. ملعب ده تقريبا افتتاحه هيكون من يوم 22 ليوم 25 فبراير، هيختاروا ميعاد في التوقيت ده، وبيحاولوا بشكل كبير جدا يلعبوا الماتش عليه، وخصوصا ماتش العوده هيكون على ارضهم. فاكيد ان شاء الله نعمل نتيجه ايجابيه في القاهره، اكيد نتيجه تريحنا قبل الوصول للسنغال، وان شاء الله ماتش السنغال يعدي على خير يعني وقدها ان شاء الله. ان شاء الله بالتاكيد. طب ايه راي حضرتك في رد فعل المنتخبات بعد اجراء القرعه؟ اكيد يعني انا شايف بالنسبه يعني في ماتش زي الكونغو الديمقراطيه والمغرب برضو، يعني في المغرب الناس فرحانه. هل حضرتك شايف ان ماتش المغرب والكونغو ده المقابله الاسهل؟
لا، هيكتور كوبر مدرب الكونغو الديمقراطيه مدرب مش سهل، وانا باكد ان الماتش ده هيكون صعب جدا على المغرب، صعب جدا، والكونغو الديمقراطيه ممكن توصل لبعيد. هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق ومدرب الكونغو الديمقراطيه الحالي، عمل جيل قوي وتوليفه قويه في الكونغو الديمقراطيه رغم انه تواجد معاهم فتره بسيطه جدا، لكن كان بيغيب عنه دايما في التصفيات حوالي 20 لاعب، وقدر يوصل للمرحله النهائيه في التصفيات. اعتقد هيكون الماتش صعب جدا، وجود هيكتور كوبر فارق مع الكونغو الديمقراطيه، واعتقد من وجهه نظري الكونغو الديمقراطيه ممكن تعمل المواجهه، يعني تعمل مواجهه كبيره وتوصل على حساب المغرب يعني، وتحقق مفاجاه في الماتش ده بالذات. طب ايه راي حضرتك في المواجهه ما بين نيجيريا وغانا؟ هل شايفها كمان ممكن تكون هي الاصعب؟ نيجيريا شفناها في بطوله امم افريقيا الحاليه رغم تغيير مدربها قبل بطوله امم افريقيا بفترات بسيطه، لكن منتخب قوي، منتخب متماسك، عنده عناصر مميزه في اكبر انديه اوروبا. منتخب نيجيريا على فكره يعني عنده ثلاث لعيبه مطلوبين فيهم ويلفرد نزيدي مطلوب في ريال مدريد، موسيس سيمون هو الاخر مطلوب في ليفربول او نيوكاسل، شيكازوي هو الاخر معاه عرض كبير جدا من ريال مدريد، وهم اصلا بيلعبوا في انديه كبيره، يعني هم اصلا بيلعبوا في انديه كبيره في اوروبا وجي لهم عروض اكبر من اللي هم فيها. منتخب نيجيريا شفنا قصاد منتخب مصر عمل جيم كبير قوي 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 على منتخب مصر. منتخب غانا هو الاخر شفناه من اضعف المنتخبات الكبيره في بطوله الامم الافريقيه، اعتقد اللقاء هيكون محسوم لصالح منتخب نيجيريا يعني. طب بالنسبه للكاميرون والجزائر، بتشوف المواجهه دي ازاي في ظل خروج الجزائر من الادوار التمهيديه في البطوله الافريقيه؟ خروج الجزائر من الادوار التمهيديه في بطوله الامم الافريقيه هيديها دفع كبير جدا. جمال بلماضي مدرب برده مش سهل، مدرب كبير، لكن على الجانب الاخر المنتخب الكاميروني بقى يعني منتخب منذ 2017 عندهم بطوله امم افريقيا في رصيدهم، 2019 لم يؤدوا اداء جيد، لكن حتى العام الحالي من ابرز المنتخبات في بطوله امم افريقيا. اعتقد ان هم مرشحين بقوه للفوز ببطوله امم افريقيا، وفوزهم ببطوله امم افريقيا ممكن يعني لهم الكثير امام المنتخب الجزائري، لان المنتخب الجزائري مهزوم معنويا. يعني لو على الورق وعلى الفنيات بالوضع الحالي لا، الكاميرون توصل، لكن نتمنى طبعا فريقنا الجزائر فريق عربي يكون متواجد في كاس العالم ان شاء الله. طب حضرتك شايف ايه اللي محتاجه منتخب مصر الفتره اللي جايه؟ وهل كيروش يكمل ايا كانت بقى النتائج لحد تصفيات كاس العالم؟ يعني اكيد كلنا ورا منتخب مصر، سواء كيروش كمل او ما كملش، اكيد لازم كلنا نكون ورا منتخب مصر، لكن وجهه نظري ان هو ما يكملش، ان اللي احنا شفناه في بطوله امم افريقيا ده مش منتخب مصر، عندنا اسماء كبيره، اسم منتخب مصر بيخوف، اي فرقه في افريقيا بتيجي تلعب منتخب مصر اسم منتخب مصر اسمه مرعب جدا في القاره الافريقيه، لكن للاسف الخساره النفسيه دي خساره، يعني خساره كبيره جدا، يعني اكبر من الخساره الفنيه. انت النهارده خسرت من منتخب نيجيريا، اما بتخسر من منتخب نيجيريا، ومنتخب نيجيريا واحد من المنتخبات المصنفه من الخمسه الاوائل في تصفيات كاس العالم، كان ممكن لو القرعه بتاعتنا كانت جت مع نيجيريا مثلا كنا مهزومين نفسيا بشكل كبير جدا. اعتقد علينا التدارك، امامنا ماتش كبير امام المنتخب الايفواري، انتصارنا على كوتيفوار هيبقى انتصار نفسي اكبر ما هو. حضرتك شايف الماتش ده ازاي؟ ماتش مصر وكوتيفوار في البطوله الافريقيه في دور ال 16 شايفه ازاي؟ بالاداء وبالفنيات منتخب ما نضحكش على نفسنا، بالاداء والامكانيات المنتخب الايفواري منتخب قوي جدا، منتخب متماسك، عنده لعيبه في افضل انديه العالم، عنده مشكله واحده في حراسه المرمى، حتى دي مشكله اللي بدا بها البطوله، لكن خلال البطوله حارس المرمى عندهم متالق بشكل كبير جدا، عندهم اسماء كبيره، اسماء رنانه، مدرب باتريس بومل مدرب صغير بيدرب في القاره الافريقيه منذ عام 2008 وعنده رصيد ناجح يعني في مسيرته التدريبيه. ان شاء الله ان شاء الله يعني مصر تقدر تعبر اللقاء ده، وعلى كارلوس كيروش ان يتعامل بواقعيه اكثر، يعمل يعني وياخد راي الاجهزه يعني مساعدينه على الاقل، لان هو يعني من واضح يعني من طريقه تعامل كارلوس كيروش في المباريات الاخيره بيتعامل بدماغه، يعني ما بياخدش راي حد، وبادائه ما حدش راضي عن المستوى، يعني كلنا كجماهير كصحافه اعلام ما حدش راضي عن المستوى، لكن كلنا في ظهره، احنا انت بتدرب منتخب مصر، لا لازم احنا نبقى في ظهرك. ان شاء الله يعني الماتش ده هيفرق معانا بشكل كبير جدا، الحته النفسيه، النهارده خروجنا امام كوتيفوار ده هياثر علينا بشكل كبير جدا في المرحله الاخيره من تصفيات كاس العالم. يجب ان نبقى عارفين ان فوزنا على كوتيفوار ده دافع نفسي ومعنوي
عشان ندخل ونخوف السنغال بعد كده في ماتش المصيري اللي هو الماتش الاهم في التصفيات المؤهله لكاس العالم. مظبوط، شكرا لحضرتك يا استاذ ماهر. يعني مشاهدينا كان معانا الاستاذ ماهر جنينه محلل الكوره الافريقيه. وبكده مشاهدينا بتخلص اخبارنا الرياضيه. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقيه فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا ليندا. شكرا ليندا. هنروح لموضوع تاني. رغم استمرار ازمه كورونا وتاثيرها شديد الحقيقه على الاقتصاديات العالميه، الا ان الاقتصاد المصري قدر انه يواصل اداؤه القوي في 2021، سواء بقى من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي ايجابي للعام الثاني على التوالي، وكمان من خلال خفض معدل البطاله. خلونا نتعرف على الارقام. معانا عبر سكايب الاستاذ احمد معطي الخبير الاقتصادي والمتخصص في اسواق المال. يا استاذ احمد صباح الخير. صباح النور على حضراتكم. يا اهلا بك يا فندم. وفق احصائيه من البنك الدولي والاتحاد الاوروبي، في من 195 الى 200 الف او 200 مليون وظيفة تم فقدها خلال العام الماضي بسبب طبعا فيروس كورونا، ده عالميا. لكن في نفس الوقت بنيجي نتكلم عن معدلات البطالة في مصر، عن مؤشرات البطالة في مصر، محتاجين نفرد لها مساحات لأنه في ناس تضررت. في ناس تضررت، لكن عايزين نعرف معدلات البطالة بتقل إزاي عندنا في مصر. صباح الخير. في البداية صباح الخير على حضراتكم وعلى جميع المشاهدين. يعني طبعا اللي بيحدث في مصر هذه الفترة هو بيأكد وبيعزز البيانات الاقتصادية القوية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بدأناه في 2016. احنا شفنا معدلات البطالة بتنخفض في 2020 في الربع الثالث ل 7.3%، وفي 2021 برضو احنا واصلين ل 7.5%. عايز اقول لحضرتك زي ما حضرتك تفضلت، العالم بالكامل بيشهد موجة من المشكلة الكبرى وهي معدلات البطالة، ارتفاع شديد في معدلات البطالة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول العظمى. يعني شفنا كمان إعانات البطالة برضو بتصل لأعلى معدلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن على الجانب الآخر مصر مستقرة في هذا المؤشر، وهو من أهم المؤشرات اللي دايما الدول بتسعى لاستقرارها، وهو معدل البطالة. من أهم أهداف الدولة هو توليد وظائف للمواطنين، فمعنى استقرار الوظائف عند معدلات 7.5% مع توقعات الفترة القادمة بتحسن أيضا في هذا المعدل، فده بيدل على تحسن في قطاع الاقتصاد بالكامل. لأن خليني أقول لحضرتك وأبسط للمشاهدين، معنى انخفاض معدل البطالة هو طبعا إنتاج زيادة، مصانع أكتر بتنتج، مصانع أكتر بتشتغل، استثمار أكتر بيدخل جوه الدولة. ده معنى معدل البطالة عشان أبسطها أكتر للمواطنين كلهم اللي بيسمعونا. فالمؤشر ده من أهم المؤشرات بالفعل، لان ببساطه قلت معدل البطاله انخفض، يبقى هروح على الجانب الاخر هلاقي معدل النمو ارتفع. يعني ايه معدل النمو؟ يعني ما تنتجه الدوله من سلع وخدمات، وده فعلا شايفينه ان مصر معدل النمو بتاعها في 2020 3.6، في 2021 3.3. طبيعي بقى في ناس بتشتغل ففي انتاج. نعم يا فندم. بقول لحضرتك طبيعي لانه بقى في ناس بتشتغل فطبيعي ان يكون في انتاج. بالظبط، هو ده الموضوع ببساطة. مستهدفات الدولة فوق 5%. المهم ان انا عندي معدلات نمو مرتفعة في ظل ان الولايات المتحدة الدول العظمى كلها عندها مشكلة. يعني احنا بنتكلم الانتاج عندهم كان بالسالب في ايام كورونا، بالسالب. مش صحيح. بنتكلم بقى ان هي بتنتج اصلا، ده كان عندها بالسالب. طب ليه احنا وصلنا لده؟ وصلنا لده تراكميا. احنا كنا بادئين الموضوع من بدري بسبب برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي صندوق النقد الدولي دلوقتي بقى اخده مثال يحتذى به لكل دول العالم. اي دوله عندها مشكله في الاقتصاد بتقول له تعالى طبق هذا البرنامج الاقتصادي اللي طبقته مصر. عندنا استقرار في عمله، في العمله بتاعتنا بنتكلم احنا يعني بتراوح ربع جنيه صعودا وهبوطا، وده مهم جدا امام المستثمر الاجنبي والمستثمر العربي وحتى المستثمر المصري والمواطن المصري. صحيح، يمكن الدوله المصريه خلقت الكثير من سبل الجذب للاسواق العالميه. لو بنتكلم عن البنيه التحتيه اللي تطورت بشكل كبير وكانت يعني فرس الرهان يمكن في تقدم اللي حصل في الاقتصاد المصري. بالظبط، بتفق مع حضرتك جدا في النقطة دي. ويعني أنا عايز أقول دايما البعض يتحدث إن البنية التحتية مصر بتركز فقط على البنية التحتية، وإن دي مجرد فلوس في طوب أو كده. أنا عايز أقول أو بنية حتى التحتية عامة، ولكن أنا عايز أقول لحضرتك أو يعني عشان أبسط موضوع البنية التحتية للمواطن أيضا، أنا كمستثمر مش هاجي أعمل مشروع إلا لو عندي بنية تحتية، مش هفتح مصنع إلا لو في بنية تحتية مجهزة لي. انت كمواطن حتى مش هتروح
تشتغل في مكان الا لو هو مهيئ كبنيه تحتيه، ولا هتعيش في مكان الا مهيئ في بنيه تحتيه. فما حدث من تطور في البنيه التحتيه هو ما ننتج، يعني ما نجني ثماره الان. احنا شايفين الفتره دي افتتاحات سياده الرئيس في الصعيد لمصانع كتيره، شفنا الرئيس امبارح بيسرع من مصنع زي قها وإدفينا، التركيز الفتره الجايه على الزراعه، شايفين توشكا، شايفين مشروع الدلتا الجديده. وده بناء على ايه؟ ده اللي احنا عشان خلصنا او شغالين بخطى سريعه جدا على مشروع البنيه التحتيه، بالتالي بقيت قادر كدوله ان انا اكون متماسك وقادر على مواصله هذا الاصلاح عن طريق بقى انا ابدا اجني الثمار عن طريق الزراعه والصناعه، وده اللي بتركز في الدوله الفتره دي. وعايز اقول لحضرتك يعني احنا مساهمه قطاع الصناعه في الاقتصاد المصري زادت، وده اللي بياكد كلامنا. احنا الاقتصاد ما فيهوش يعني اي كله بالارقام، فدايما الارقام هي اللي بتتحدث. المساهمه زادت لقطاع الصناعه، احنا واصلين ل 11.8 كنا 11.1. قطاع الاتصالات التحول الرقمي، احنا للامانه يعني والحقيقه فعلا احنا شغالين على جميع القطاعات بخطى ثابته وسريعه. لما نسمع ان بالفعل منصه زي منصه مصر الرقميه حوالي 4 يعني بنتكلم 4 مليون مواطن دخل عليها خلال الفتره اللي فاتت، وان الخدمات هتكون هتصل ل 200 خدمه هتبقى اونلاين. كل ده طبعا بيخلي بيمهد يعني بيمهد ده كمان بيستكمل فكره حياه كريمه لكل مواطن، اللي انا اقدر اخلص الاجراءات بتاعتي، اللي انا اقدر اخلص كل المشاكل اللي عندي اونلاين، وكل الاوراق هتبقى كده. فكل ده في الاخر بيساهم في الاخر في الناتج المحلي الاجمالي وفي رفع ايرادات الدوله. عايز اقول لحضراتكم كمان ان القطاع الخارجي احنا يعني من اقوى الارقام اللي حصلت في تاريخ مصر، انا بسميه حتى العام الاعلى. يعني احنا عندنا اعلى صادرات في تاريخ مصر في عام واحد تم تحقيقها في 2021، عندنا اعلى تحولات للمصريين تم تحقيقها في 2021، عندنا اعلى ايرادات لقناه السويس تم تحقيقها في 2021، وده برغم المشاكل والتحديات اللي بتمر بيها العالم بالكامل. يعني بنتكلم على مشاكل في طبعا كورونا اللي احنا والمتحورات متحورات كورونا، بنتكلم على مشاكل سلاسل التوريد، بنتكلم على مشاكل تغير المناخ اللي بتضرب العالم بالكامل، وبرغم من ذلك مصر قادره على المواصله على الصمود امام الازمات. وعلى فكره ده مش كلامي، ده كلام البنك الدولي بقى، هو اللي قال ان مصر قادره على الصمود امام الازمات. ودي اهم على فكره نقطة، هل أنا في الأزمة قادر على استقرار، قادر على الثبات؟ فده أكدته البنك الدولي، ده اللي حصل. وزي ما حضرتك بتقول إشادات دولية، حضرتك أشرت في حديثك لنقطة مهمة جدا، وهي مساهمة القطاع الزراعي والصناعي في الناتج المحلي. كانت الناس بتسأل إحنا بنعمل مشروعات زراعية طب فين العوائد بتاعتها؟ لا، ده بيساهم في الناتج المحلي وبيرتفع سنة بعد سنة. وكذلك المصانع، لأن الناس كانت بتقول فين الاهتمام، فين اهتمام الدولة بالصناعة؟ فحضرتك دلوقتي اشرته بالارقام، وده مهم جدا الناس تعرفه، انه قطاع الصناعه بدا يساهم بزياده. غير الارقام كمان يا استاذ محمد، خلينا اقول المواطن، هو يعني الفتره بتاعت كورونا دي احنا كلنا كنا شايفين الصور في العالم وهم واقفين طوابير علشان يدوروا على سلع. هل ده حصل في مصر؟ هل في اي حد من المواطنين او حتى انا شخصيا انا ما نزلتش في مره وما لقيتش سلعه غير متواجده؟ صحيح، موجوده وبسعرها كمان. استقرار اسعار، وشفنا او ارتفاعات بسيطه، حتى الارتفاعات عندنا ما زالت في بنقول عليها في يعني في النطاق المستهدف. يعني حتى الارتفاع العالم ما كانش ليه علاقه بالازمه، يعني ده اللي اقصده. يعني الارتفاعات اللي ارتفاعات طبيعيه ممكن تكون لاي سبب، لكن ملوش علاقه بالازمه. الارتفاعات الاسعار لا، يعني كان ليها طبعا علاقه بالازمه، بس احنا كان الارتفاع بسيط او طفيف مقارنه بجميع الدول. احنا بنتكلم احنا في حاجه اسمها برضو التضخم المستهدف. التضخم المستهدف ده اي دوله في العالم هي بتحط لنفسها نطاق مستهدف ان الاسعار تتحرك فيها. مصر حاطه 7% موجب او سالب 2، احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا 5.2%، فاحنا ما زلنا في النطاق الارتفاعات طفيفه مقارنه بدول العالم بالكامل. الولايات المتحده 7%، النطاق بتاعها المستهدف 2%، عندهم مشكله الفتره دي ان هم بيعانوا من اعلى ازمه في الاسعار في تاريخهم. دول الاتحاد الاوروبي 5%، انجلترا فوق 5%، كلهم بيتجهوا الفتره الحاليه لرفع
معدلات الفائده لكبح ارتفاع الاسعار. فلا احنا ده ما شفناهوش عندنا الصراحه، حتى لو في اسعار زادت فده دي حاجه طبيعيه وطفيفه جدا مقارنه بالازمات والتحديات اللي بيمر بيها العالم بالكامل. فلا لا ما فيش اي مشكله، بالعكس احنا بنتكلم، احنا كان نفسنا بنسمع ان احنا الصادرات تزيد، شايفين ده بيحصل، شايفين اكتفاء ذاتي من عده سلع. والفتره الجايه يعني انا حابب ابشر الجميع حسب البيانات الاقتصاديه اللي امامنا كلنا، لا احنا هنشوف اكتفاء ذاتي في عده سلع زراعيه كتير الفتره الجايه، خاصه ان مصر فعلا يعني في طفره في الزراعه، وفي كمان يعني الناس دايما حتى بتتساءل طب منين الميه دي، فلا ما هو دي ده بقى اللي كان بيتعمل في الدوله خلال الفتره اللي فاتت. صحيح، ويمكن يا استاذ احمد دلوقتي الحرب الاساسيه هي حرب اقتصاد، ومساله اعاده الاقتصاد لمساره الطبيعي بعد جائحه كورونا مساله غايه في الاهميه. طبعا استاذ هدير بتفق مع حضرتك جدا، ويعني هي الحرب الحاليه فعلا هي حرب اقتصاديه وحرب تكنولوجيه، وعشان كده حتى بنتكلم ان التحول الرقمي في مصر سريع جدا، والرئيس يعني والرئاسه ورئيس مجلس الوزراء حتى بيركزين على النقطه دي جدا، وشايفين زياده في الجامعات حتى التكنولوجيه للتركيز في هذا القطاع، لان الحرب القادمه اقتصاديه تكنولوجيه، يعني مش حرب القادمه، هي الحرب الحاليه اللي احنا عايشين فيها. فلا الفترة دي الحمد لله يعني في استقرار قوي جدا في مصر بشهادة جميع المؤسسات الدولية والبنوك الدولية، وشايفين ده ولمسينه جدا حتى بكل تأكيد. أستاذ أحمد معطي الخبير الاقتصادي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا النهاردة. دلوقتي معاد موجز لأهم الأخبار مع ليندا، تفضلي يا ليندا. شكرا شاذلي. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضغط الجدول الزمني لتنفيذ مشروع مجمع الصناعات الغذائية قها وإدفينا، ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجه وفقا لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي، بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة. وشهد الاجتماع عرض موقف زراعات الزيتون في مصر، حيث وجه الرئيس السيسي بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتوسع في المساحات المنزرعة. كما وجه الرئيس السيسي بتوفير كافة المتطلبات اللازمة للتوسع في زراعة القصب بالشتلة، خاصة ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة، إلى جانب تطبيق أساليب الري الحديثة في المساحات المنزرعة بالشتلة. واطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهم محاور الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الثروة السمكية في البحيرات على مستوى الجمهورية. تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة، وعرض وزير الاتصالات مشروعات التحول الرقمي، وخاصة منصة مصر الرقمية التي أطلقت في يوليو 2020. كما تناول موقف خطة تطوير مكاتب البريد، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 1329 مكتبا من المستهدف لعام 2021. وأشار وزير الاتصالات إلى أنه يتم التنسيق لوضع آليات التكامل بين منظومة الأجور والمرتبات مع منظومة الموارد البشرية من خلال قاعدة بيانات موحدة، كما يجري العمل على إطلاق الإصدار الثاني من تطبيق إدارة المشروعات القومية لإدارة مشروع حياة كريمة. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1703 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 342,762 حالة حتى اليوم. وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس ومتحوراته، لافتة إلى وفاة 41 حالة جديدة.
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 157,393 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى نحو 24 مليون إصابة منذ بدء الجائحة. وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أنه تم تسجيل 238 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في البرازيل إلى 622,801 حالة. أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي. جاء ذلك خلال لقاء بين صالح والكاظمي، وأشار بيان صادر عن الرئاسة العراقية إلى أن اللقاء شهد بحث مجمل الأوضاع العامة والتأكيد على أهمية حماية المواطنين وقطع الطريق أمام محاولات تنظيم داعش الإرهابي لاستهداف أمنهم، بالإضافة لتوفير الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها. كما تم التشديد خلال اللقاء على أهمية تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والشروع في الاستحقاقات الوطنية الدستورية. أما رياضيا، فحقق أتلتيكو مدريد انتصارا ثمينا على ضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما في الجولة 22 من الدوري الإسباني. الفوز رفع رصيد الفريق المدريدي إلى 36 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الليغا، فيما تجمد رصيد الخفافيش عند 29 نقطة في المركز التاسع. نهاية موجز التاسع، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي اعلنت عن الانتهاء من وضع خطه لتحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكيه الخاصه بالهيئه المعروفه بالبطاقه الزرقاء لقرب انتهاء صلاحيتها، والتحويل لبطاقات كارت ميزه وده مجانا، وده ضمن خطه التحول للشمول المالي. علشان يعني نفهم اكتر عن الموضوع ده معانا الاستاذ محمد سعودي نائب رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي. صباح الخير عليك يا فندم. لو نقول للناس ببساطه الفرق بين البطاقه الزرقاء القديمه واللي هيقف التعامل بيها وبطاقه كارت ميزه الجديده. صباح الخير يا فندم. صباح الخير عليكم وعلى مشاهدينك الكرام. اهلا بسيادتك. طبعا حضرتك عارفه ان الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي كانت بتصدر بطاقات لصرف المعاشات، كانت مهمتها صرف المعاشات فقط لا غير. يعني ان انت حضرتك تتقدمي بها للصراف في منفذ الصرف او في مكتب البريد او في ماكينه الاي تي ام، تصرفي منها بس المعاش. تمام. طبعا في ضوء خطه الدوله لاتجاه للتحول الشمولي المالي، اصبح في عندنا دلوقتي حضرتك البطاقات الذكيه اللي هي ممكن من خلالها نأدي المدفوعات الحكومية وندفع أي مبالغ مستحقة علينا عن طريق هذه الكروت. يعني زي ما بيقولوا إيه، تقليل الكاش اللي موجود، وفي نفس الوقت ممكن تسحب فلوس، ممكن تأدي تشتري بيها المشتريات بتاعتك الخاصة من السوبر ماركت أو غيره. الكروت الذكية دي إحنا بدأنا كان عندنا 6.5 مليون كارت، 6.5 مليون كارت دول غيرنا حوالي 4.7 مليون كارت في خلال الفترة السابقة يعتبر من شهر 27. بقى عندنا حوالي 1.8 مليون كارت. المليون وثمانية والعشرة كارت دول هيخرجوا بره نطاق الصلاحية في فترة قريبة، ولذلك الهيئة عدت الخطة دي على ثلاث مراحل. المراحل دي بتستهدف المحافظات اللي هي زي ما بيقولوا على حسب الكثافات بتاعتها، يعني المحافظات اللي أقل كثافة اعتبارا من وشهر يناير اللي احنا فيه ده حتى نهاية شهر مارس. هيبقى في محافظات مدن القناة، محافظات سيناء، محافظات البحر الأحمر، الوادي الجديد، بجانب طبعا أسوان والأقصر. عظيم. وعندنا اتفضل يا فندم كمل. بجانب المرحلة الثانية دي هتبقى برضه مستمرة من شهر يناير لحد شهر 4، بتستهدف المحافظات الأكثر كثافة زي دمياط وكفر الشيخ
والتأهليه وغيرهم من المحافظات الاكثر كثافه، حوالي 8 محافظات، والمرحله الاخيره هتبقى فيها حوالي بقيه محافظات الجمهوريه اللي هتبدا برضو من شهر يناير لحد نهايه شهر مايو. طيب ده عظيم جدا كده. البطاقات القديمه البلاستيكيه هتقف خلاص، مش هنقدر نستخدمها، وفي البطاقات الجديده اللي هي بتاعت كارت ميزه. بنعرف الناس من قبلها بقد ايه عشان ما حدش يروح يجي يصرف المعاش يقول لك البطاقه مش شغاله والله مش عارف اعمل ايه، فاحنا بنعرف الناس قبلها بقد ايه؟ هو حضرتك دلوقتي البطاقات شغاله، احنا بنقول له يا فندم عليك ان انت تتوجه لاقرب مكتب تاميني تابع لي محل سكنك، معاك شهاده بصوره بطاقه الرقم القومي ومدون عليها رقم المحمول بتاع حضرتك، هتقدم صوره البطاقه دي بجانب ان انت هتستلم في ساعتها بطاقه ميزه اللي هي زي ما بيقولوا بدون اي تكلفه او رسوم على ايه الشخص، وهو واقف في مكانه وبياخد الكارت الشهر الجاي بيصرف على طول المعاش. بيصرف على طول المعاش. عظيم. طيب هو الكلام ده هيتم بالتوازي في كل المحافظات ولا الموضوع متقسم؟ لا هو ماشي بالتوازي لكل المحافظات، بس طبعا في محافظات الاعداد فيها اقل واقل كثافه، فدي هتنتهي المده بتاعتها في شهر نهايه شهر مارس، وفي محافظات اكثر كثافه فهتقعد معاها المده لحد نهايه شهر ابريل، والكثافه بيكون اعلى مثلا في محافظات زي القاهره والشرقيه واسكندريه، فدي هتبتدي معاها لحد نهايه شهر مايو. وده طبعا احنا بنعمله ايه علشان مراعاه للاحوال اللي بيعيشها العالم بخصوص فيروس كورونا، وفي نفس الوقت تدابير احترازيه، وبنناشد اهالينا ان هم يراعوا التدابير الاحترازيه والوقايه ويحافظوا على نفسهم، لسه الفتره قدامهم طويله ان هو يتقدم في اي وقت، وما فيش تزاحم على المكاتب، ويعني ان شاء الله ربنا ييسر باذن الله ان الامور تمشي على خير. طيب هل احنا بنوصي مكاتب البريد وهي بتصرف المعاشات للناس دلوقتي ان هم يعرفوهم؟ هو حضرتك مكاتب البريد بالفعل حولت المستفيدين اللي بياخدوا منها المعاشات بل حضرتك لكروت ميزه بالفعل، أو كلهم اتحولوا؟ كلهم اتحولوا، انما احنا بنستهدفهم الفئات اللي لسه حتى وقتنا هذا اللي النهايه ما عندهاش حساب بنكي، وفي نفس الوقت معاها كروت اللي هي بتاعت الهيئه. طيب على ذكر الحساب البنكي، لو حد عنده حساب بنكي ممكن المعاش يتحول عليه على طول؟ ما فيش اي مشكله، عليه ان هو يتقدم لنا بالموافقه بتاعت البنك، وبتاعي شهر على طول بيتحول المعاش للحساب البنكي اللي هو اختاره. عشان بس الناس تبقى ملمه بكل التفاصيل عشان مساله. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. وعلى فكره هو متاح برضه بالفعل ان اي واحد ممكن يجيب لي حساب بنكي او حساب بريدي ويروح للمكتب التامينات يديني الموافقه، او لو عنده محفظه الكترونيه على الموبايل بتاعه ممكن نحول عليها كمان. تمام. يعني احنا بنعتبر كده كارت ميزه ده زي مثلا حساب في البنك. هو كده بالفعل في البنك. كانه اتفتح له حساب في البنك بالظبط. اي فندم. تمام. بيقدر بقى من خلال يسر عليك. اتفضل حضرتك كمل. بيقدر من خلاله ان هو بمعنى صح لو عنده مدفوعات حكوميه زي مثلا استهلاك كهرباء، غاز، ميه، رايح يجدد رخصه، رايح يدفع مصاريف مثلا مدرسيه او غيره، ممكن من خلال الكارت ده يدفع المصروفات بدون انه يكون خامس ايديه نقديه او كاش. تمام. لكن كان بالبطاقه القديمه البلاستيكيه دي ما كانش ينفع الكلام ده. ما يقدرش يعمل حاجه زي كده، لان هو كان مهمتها ان هي تسحب فلوس فقط لا غير. عظيم. ويقدر يتعامل على الحساب بقى في اي حاجه هو محتاجها مثلا. ممكن هي ممكن يعني عايز مثلا هو عايز يعمل ايداع هو من نفسه مثلا. ما فيش اي مشكله. وبالعكس ده هو حضرتك لو راح سوبر ماركت يشتري المشتريات بتاعته، والسوبر ماركت عنده الماكينات اللي هي بتستخدم في هذا الشأن. امتى هتكون متوفره يا فندم الماكينات دي داخل السوبر ماركت؟ هو طبعا في طبعا السوبر ماركت الكبيره موجود فيها الحاجات زي كده، هو بالفعل. طبعا حضرتك ولو انت حضرتك تفعل امتى في المحافظات؟ لان احنا بنتكلم ان الموضوع ده هيكون في نطاق كل المحافظات. او حضرتك لو انت بصيتي دلوقتي في اي محل او بآلة صغير هتبص تلاقي عنده المكن بتاع فوري وغيره الماكينات اللي هي زي ما بيقولوا بتأدي. وهو كارت ميزة يشتغل في ماكينات فوري؟ يشتغل في كل حاجة فندم. مفيش عليه رسوم يا فندم؟
لا مفيش اي رسم نهائيا. دي مهمه هيأدي من فوري او من اي ماكينه بنك مفيش عليه رسوم. هو انا بتكلم على ان هو لما ياخد مني انا الكارت مفيش عليه اي رسوم. انما وقت استعمال الكارت مثلا هل في رسوم خدمه او كده؟ هو طبعا حضرتك انا النهارده لما بكون بشتري حاجه مش بيدفع رسوم الخدمه دي يا فندم؟ انا بستفهم منك عشان ده كارت المفروض ان هو بتوع يعني كارت لفئه خاصه، فعايزين نفهم يعني ده مش حساب بنكي عادي. هو يا فندم بص حضرتك اي خدمه دلوقتي بتؤدى طبعا اكيد بيبقى ليها مقابل رسوم اللي هي خاصه بالماكينات والانظمه والسيستم اللي هي الجنيه وال2 جنيه اللي بندفعهم احنا ساعات في يا فندم. انما احنا بصفه عامه احنا المعاش بتاعنا بيحول ما فيش عليه اي ايه زي ما بيقولوا استقطاعات او اي ايه خصومات بتحصل عليه. انما انت حضرتك راح تشتري مثلا من جهه ما حاجه في مقابل للخدمه دي. عظيم صحيح. نشكر الاستاذ محمد سعودي نائب رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي على وجودك معنا يا فندم. هنروح مع حضراتكم سريعا الاقصر وزميلتنا جيهان عبد الدايم، هنتابع مع بعض اطلاق الهيئه العامه للرعايه الصحيه المؤتمر السنوي الاول تحت عنوان الشراكه المصريه الافريقيه وسبل تنميه السياحه العلاجيه. اتفضل يا جيهان. صباح الخير. صباح الخير محمد، صباح الخير هدير. احنا النهارده يمكن بنتكلم من محافظه الاقصر واطلاق هيئه الرعايه الصحيه المؤتمر السنوي الاول الخاص بالشراكه المصريه الافريقيه لسبل تنميه السياحه العلاجيه. هذا المؤتمر الهام الذي يحضره حوالي 25 سفير من سفراء الدول الافريقيه، بنتكلم على رعايه صحيه تامه في مصر بدأت يعني يكون الإطار الكامل لها خارج إطار جمهورية مصر العربية في شراكة مع دول إفريقية حتى يتم نقل الخبرات العلمية من مصر إلى مختلف الدول الإفريقية. النهاردة بنتكلم على هذا، يعتبر تنفيذ لما تم في منتدى شباب الأخير الذي تم بحضور طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان في اهتمام كبير السياحة وتنميتها، ليس السياحة فقط ولا الصحة فقط ولكن السياحة العلاجية اللي بدأت تخطو فيها مصر خطوات ثابتة من أجل يعني تنمية، من أجل مزيد من الاستثمار في هذا المجال، وده بعد الخبرات الكبيرة اللي أثبتتها مصر خلال الفترة الماضية واللي تمت في يمكن أكتر شيء اتعرضت له مصر وهي جائحة كورونا. النجاح الكبير اللي مصر الحمد لله كانت موفقة في إدارة هذا الملف الخطير. النهاردة بنتكلم على هذا المؤتمر إزاي هيكون ليه مردود على مصر في الفترة المقبلة، إزاي هيكون مهم إن احنا ننقل كل الخبرات الطبية كمان من خلال حافظة سياحية تاريخية هامة هي محافظة الأقصر اللي هي أولى أن يكون منها انطلاق هذا المؤتمر الأول. ولمزيد من التفاصيل حول هذا المؤتمر وأهميته بالنسبة لمصر، سعدنا أن تكون معنا الدكتورة هبة يوسف مدير إدارة تنمية الأعمال بالسياحة العلاجية. أهلا بك دكتورة. أهلا بحضرتك. أهلا بك. النهاردة دكتورة بنتكلم على هذا المؤتمر الهام وطبعا اختيار الأقصر حتى ينطلق منها هذا المؤتمر بحضور هذا العدد الكبير من سفراء الدول الإفريقية، لو تكلمينا عن مفهوم السياحة العلاجية اللي بدأ ينطلق في مصر، وهل معنى ذلك أنه من يأتي من السياح للتنزه أو السياحة بيكون بيعمل ده بخلاف الأجهزة الطبية اللي بتكون معدة ليه إن هو يعمل مثلا عملية كاملة هنا؟ الحقيقة هو يعني النهاردة بالفعل بنشهد انطلاق المؤتمر السنوي الأول للسياحة العلاجية اللي بتنظمه هيئة الرعاية الصحية بالشراكة وبالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية. وكمان ده فعلا زي ما حضرتك قلتي كان ضمن توصيات منتدى شباب العالم، ضمن توصيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن دعم توجيه دعم لكافة الدول الأفريقية في كافة المجالات المختلفة.
وكان النهارده باذن الله هيتم مناقشه سبل التعاون ما بين كافه الدول الافريقيه. النهارده الحقيقه مشارك معانا 25 سفير من دول افريقيه مختلفه، هيتم طرح عده محاور للنقاش حول سبل تطوير المنظومه الصحيه في الدول الافريقيه، نقل خبره وتجارب مصر في مشروع التامين الصحي الشامل، وايضا ارسال قوافل طبيه، ازاي نقدر نعمل برامج تكامليه مش بس علاجيه ولكن ايضا سياحيه، بحيث المريض اللي بيتم استقدامه لبحث العلاج يكون متوفر له كمان برنامج سياحي على جانب الزيارة كنوع من أنواع الترفيه، وخاصة أن مصر بتمتلك كافة مقومات السياحة العلاجية وإحنا عايزين فعلا نضعها على خريطة السياحة العلاجية عالميا. دكتور هبه، نقدر نقول في عدد من الابحاث سوف يتم مناقشتها من خلال المؤتمر والوصول بتوصيات، ده ممكن هذه التوصيات تنفذ على ارض الواقع قريبا؟ ده حقيقي فعلا، يعني كافه التوصيات اللي هيخرج بيها المؤتمر النهارده هيتم تنفيذها في اسرع وقت ممكن، ويمكن احنا بروتوكول التعاون مع وزاره الخارجيه كان فيه بنود كثيره، وكان من ضمنها عقد مؤتمر سنوي بحضور الدول الافريقيه، ويمكن احنا بقالنا شهر واحد او يعني اقل ماضيين البروتوكول، وبالتالي احنا اخذنا خطوات سريعه في تنفيذ بنود البروتوكول، والبنود الاخرى كمان اللي جايه هتبقى على نفس السرعه باذن الله. دكتور هبه، لو اتكلمنا على اهم النظم العلاجيه اللي بتستند اليها مصر لتنفيذ يعني هذا من خلال التوصيات وايضا من خلال المؤتمر اللي هيتم النهارده ان شاء الله. الحقيقه هي مصر زي ما ذكرت لحضرتك بتمتلك كافه مقومات السياحه العلاجيه، عندنا الكوادر البشريه مؤهله على اعلى مستوى، عندنا المستشفيات معتمده، عندنا جوده الخدمه الصحيه تعتبر من افضل المستشفيات ومن افضل، لان احنا معتمدين مش بس من يعني مؤسسات المحليه ولكن المؤسسات العالميه زي الاسكوا والجهار كمان في مصر معتمده من بره، وبالتالي احنا بنمتلك كافه مقومات السياحه العلاجيه، وده اللي هيؤهلنا ان شاء الله ان احنا يبقى في الصدارة الفترة القادمة بإذن الله. طيب لو اتكلمنا برضو بده سؤال يمكن بيطرحه الجميع، ان هل هناك تنفيذ عمليات كبرى زي زرع الكبد وكده بيكون في مثلا هذه ده مطروح ان هو يتم خلال السياحة العلاجية؟ ده حقيقي فعلا، يعني احنا بدأنا نشتغل على دخول عمليات زراعة الكبد والكلى والنخاع، وغير طبعا زراعة القوقعة وزراعة القرنية، فطبعا ملف الزراعات ده ملف هام جدا في مشروع السياحة العلاجية، وبيستهدفه مرضى كتير جدا من دول أفريقية بالأخص، وبالتالي يعني احنا فعلا شغالين بنستقطب الحالات من بره، بندرس التقارير الطبية وعلى الفور بيتم استقدامهم لعمل هذه الحالات. نقدر نقول دكتورة هبة ان علشان يتم الموضوع متكامل من كافة الجهات مش الصحية فقط ولكن السياحة العلاجية زي ما احنا قلنا، فهل في تنسيق مع وزارة السياحة مثلا بعمل برنامج معين لمن سيقوم بمثل هذه العمليات؟ ده فعلا موجود، وفي تنسيق متكامل جدا مع وزارة، يعني يمكن وزارة الخارجية معانا ماضيين بروتوكول، وزارة السياحة في تواصل دائم، والحقيقة يعني كافة الجهات المعنية في الدولة ما بيتأخروش عننا تماما في مد يعني يد العون، ويعني فعلا احنا حاسين ان في تحرك من كافة جهات الدولة لدعم مشروع السياحه العلاجيه. طيب. فده حقيقي موجود. اول ما بنتكلم دكتوره هبه على موضوع السياحه العلاجيه بيجي لذهننا موضوع الاستشفاء، فالاماكن المعده والمجهزه في مصر لكي يتم فيها هذا؟ الحقيقه مصر بتمتلك كمان اماكن كثيره جدا للاستشفاء البيئي في مختلف محافظاتها، وده يمكن كمان احنا هنلمسه اكتر لما ندخل في بقيه محافظات مصر، يعني يمكن حاليا احنا في اسماعيليه وبورسعيد والاقصر في بعض الاماكن في هذه المحافظات، ولكن يمكن يعني في اماكن اخرى مشتهره اكتر بالاستشفاء البيئي، ولكن كل البرامج دي هتخدم في الاخر على برنامج السياحه العلاجيه، بحيث ان المريض لو محتاج ياخد استشفاء بيئي يزور مكان معين مخصص لمثل هذه الحالات هيتم التوجيه وهيتم التنسيق مع الجهة الأخرى وهنعمله لازم بإذن الله. بنتكلم أيضا دكتورة هبة، هيئة الرعاية الصحية بتقدم العديد من الخدمات لأبنائها مش للسياحة العلاجية فقط، آخر ما توصلت إليه منظومة الرعاية الصحية؟ الحقيقه احنا يعني بنسعى طول الوقت ان احنا نحقق اقصى درجه من درجات رضا المنتفعين، وبنسعى لدخول كافه الخدمات حتى اللي مش متوفره عندنا، بنستحدث الخدمات الجديده اللي مش موجوده بحيث ان احنا يبقى عندنا الـ يعني التوتال هيلث انشورنس او التامين الصحي بالفعل يكون شامل، المريض ما يحتاجش ان هو يروح سواء قطاع خاص او قطاع اخر علشان يحصل على الخدمه الطبيه، فاحنا بالفعل محققين ده.
بالتوفيق دكتورة هبة، كنت معانا ضيفة النهاردة في صباح الخير. شكرا فندم. مرسي. شكرا. شكرا لحضراتكم. يمكن النهاردة زي ما شفنا لحظات قليلة ويبدأ انطلاق المؤتمر السنوي الخاص بالسياحة العلاجية، وبينطلق من محافظة الأقصر. هنشهد على مدار 3 أيام جلسات هامة بحضور عدد من المتخصصين في محافظة الأقصر. بنشكركم وعودة مشاهدينا إلى الأستوديو مرة أخرى. جيهان بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. دلوقتي مشاهدينا هنسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع من بعده نكمل فقراتنا. خليكم دايما مستنيين. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. وكاله الصحه الاوروبيه اعلنت ان المتحور اوميكرون اصبح هو السائد في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية. كمان المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحة هذه الأمراض قال في تقريره الأسبوعي إن نمط انتقال أوميكرون في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية اتغير من مجتمعي إلى سائد. عايزين نفهم معنا هذا الكلام. معنا على تليفون دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير للجميع وصباح الخير يا مصر. يا اهلا بسيادتك. عايزين نفهم يعني ايه تحول النمط من مجتمعي الى سائد. نعم، بالنسبه للفيروس هسه احنا شفنا انتشاره مع المتحور الاوميكرون سريع بالانتشار، بس في نفس الوقت يسبب اعراض غير خطيره مثل السلالات السابقه، يقترب كثير بصفات الانفلونزا. عشان هيك بدا التعايش بين كورونا فيروس المتحور اوميكرون مع الانفلونزا، وبدينا في مرحله اللي من وباء عالمي اللي هي بسموها بانديميك الى الوباء المتوطن في كل دوله يختلف عن الثاني وإلى إنديميك. في هذه الحالة في تراجع عدد المصابين، تراجع عدد الذين يدخلون إلى غرف الإنعاش إلى المستشفيات، وأهم نقطة تراجع برقم أو عدد أو الإحصائيات اللي بتوفوا من كورونا فيروس. هل هذه المس... عدد اللي بتوفوا مع كورونا فيروس أو من كورونا فيروس، بس فيش هذا، في تراجع كبير. صحيح. طيب هل هذه النتائج ليها علاقة بتلقي اللقاحات؟ نعم، هذا السبب الأول، لأنه إحنا وإذا بنعمل فرق بين السنة أرقام الإحصائيات السنة والسنة السابقة أو السنتين بداية الكورونا فيروس، لما بدينا التطعيم أو ما كانش تطعيم كان نسبة المصابين أزيد. يعني عشان نوصل الفكرة، اليوم نتكلم عن 200 ألف مصاب في إيطاليا، في أوروبا، فرنسا، اللي بتوفوا 150-200 شخص. السنة اللي فاتت أو قبل بداية التطعيم كنا نتكلم عن 30 أو 25 ألف مصاب، بس مع 850 ألف أو 1200 اللي بتوفوا. عشان هيك النسبة كانت كبيرة بالنسبة للتوفي، بالنسبة يعني اللقاحات إلى غرف الإنعاش، وليس ضعف المتحور إيميكرون نفسه. في عوامل شديدة في نفس في عشان نقدر نصرح على الصورة اليوم. الصورة اليوم انه الفيروس بدا يضعف، الفيروس بدا يشبه كثير الانفلونزا، عشان هيك في عندنا اشخاص كثيرين مصابين في نفس الوقت انفلونزا وكورونا فيروس. بس السبب الرئيسي هو نسبة التطعيم. بس للأسف في هاي النقطة توضيح، مش في كل العالم في عنا نسبة تطعيم عالية. عشان هيك في أفريقيا والدول النامية والفقيرة نسبة التطعيم
منخفضة بالنسبة لأوروبا، عشان هيك احتمال تكوين متحورات في الدول اللي فيها نسبة تطعيم أقل هي أزيد الاحتمال أنها تتكون متحورات. عشان هيك المتحور أوميكرون أجا من جنوب أفريقيا، المتحور الفرنسي أجا من الكاميرون، المتحورات الثانية أجت من دول. وعشان كده لازم يكون فعلا زي ما دايما بنتكلم يكون في عدالة في توزيع هذه اللقاحات. طيب أوميكرون زي ما حضرتك قلت أنه هو سريع الانتشار، لكنه ما بيؤديش إلى الوفاة، أو نسبة الوفاة بتاعته بسيطة جدا. فكرة أنك تحتاج دخول المستشفى أو أجهزة تنفس صناعي برضو صغيرة للغاية، يعني المريض ما بيحتاجش أنه يدخل المستشفى. تفسير حضرتك لأنه بعد الإصابة بأوميكرون في بعض الحالات بتجيلها مضاعفات ما بعد التعافي، خاصة في القلب. في رياضيين كتير في العالم، في لاعبين كرة، ويمكن كان آخرهم بدر بنون لاعب النادي الأهلي. نعم، هون القاعدة انه بتعلق في الشخص، لانه شخص يختلف عن شخص ثاني. في عنا اشخاص اللي عندهم امراض ثانية ويصابون في كورونا فيروس، عشان هيك احنا اليوم في اوروبا في ايطاليا بنقول انه لازم نفرق بين الاشخاص المصابين رسميا او اول اصابة هي كورونا فيروس، او اشخاص اللي دخلوا الى المستشفيات وبعدين أصيبوا في داخل المستشفيات في كورونا فيروس. بالنسبة للأعراض واستمرار الأعراض والكوفيد المستمر، في بعض الأشخاص اللي بعد التعافي عندهم أعراض أخرى، خصوصا الرهق، التعب، أمراض الوجع في المفاصل، في العضلات، في القلب. هاي بتعلق من شخص لشخص، وبتعلق في كمية الفيروس أو تركيز الفيروس اللي دخل في جسم الإنسان، وفي نفس الوقت في جيل عمر الإنسان. وبنعرف إحنا للأسف احتمال إنه يتوفى الشخص إذا كان مسن أو عنده أمراض سرطان أو أمراض السكري أو أمراض القلب، أو أخذ قبل الإصابة من أزيد من 20 يوم كورتيزون، لأنه بضعف جهاز المناعة. وهي كلياتها بنأخذها في عين الاعتبار، بس اليوم القاعدة تتكلم بوضوح موجودين في الموجة الرابعة، موجة الغير متطعمين، وتقريبا أزيد من 95% من الأشخاص اللي موجودين في غرف الإنعاش وفي المستشفيات هم غير متطعمين. صحيح دكتور فؤاد، لكن ما بين دول بتتجه للإغلاق وما بين دول بتتحرر من القيود، وإحنا يعني دلوقتي بنواجه متحور جديد أوميكرون، وقبله كان دلتا، إلى أين يتجه العالم في مسألة كورونا؟ نعم، هاي أهم شيء إن إحنا بدينا في نهاية الأعراض الخطيرة. ثانيا، يعني حضرتك توافق الرأي للناس اللي بتتحدث عن أنه إيميكرون هو يمكن يكون نهاية هذه الجائحة؟ في الطب مش زي الرياضيات متأكدين منه، بس في احتمالات حسب بحوث طبية وصحية. أنا من الأشخاص اللي الأطباء الباحثين عالميا قلت في أول أيام بداية الأوميكرون أنه سوف تبدأ نهاية الأعراض الخطيرة، هذا متأكدين منه. ثانيا، تبدأ التعايش مع الإنفلونزا، تبدأ في نفس الوقت التغير من بانديميك إلى إنديميك، إلى حالة دولية، يعني كل دولة تختلف عن دولة ثانية. في نفس الوقت بنشوف التراجع في غرف الإنعاش والمستشفيات والأعراض الخطيرة. وفي نفس الوقت اليوم في أوروبا بدأ في آخر شهر واحد سوف تنتهي تقريبا الموج الرابع، عشان هيك لازم إحنا نغير أسلوب إعلان جميع الأخبار، عشان نعطي تفاؤل للناس إنه بدينا في التعايش، بدينا في التراجع الكبير، بس في نفس الوقت لازم نستمر بالوقاية، باستعمال كمامة في الأماكن المغلقة، وفي نفس الوقت كل النصائح والإرشادات. والنقطة المهمة التطعيم واللقاحات
والحجر الصحي الذاتي في أول أيام الأعراض، لأنه الأوميكرون الأعراض تظهر فورا تقريبا بعد يوم يومين بالعكس من المتحورات السابقة، وهذا بتقدر تساعد. في نفس الوقت المصابين غير بدون أعراض وهم تقريبا 80% بدون أعراض، هم عندهم القدرة أنهم يعدوا في نفس الوقت، عشان هيك لازم نستمر بالوقاية وبالجميع الإجراءات. الدول تختلف من دولة لدولة، لأنه في دول بتعمل إجراءات صحية أزيد، منها إيطاليا، أوروبا، في بعض الدول عملت إجراءات صحية أزيد، بس للأسف في دول عملت أزيد إجراءات سياسية واقتصادية، مثل نفس أوروبا، الدول أوروبا الشرقية اللي فيها تراجع كبير، فيها نسبة التطعيم للأسف منخفض، أغلب رؤساء الوزراء أوروبا الشرقية عملوا إجراءات سياسية واقتصادية أزيد من إنها إجراءات صحية، وهي بتفرق دولة عن دولة بالنسبة لمقاومة كورونا فيروس. ده عظيم. طيب احنا في بداية كورونا، ويمكن كان زينا زي الدول كتيرة مش عارفين ايه هو كورونا، فكان في بعض الدول اتجهت الى الغلق الكلي والغلق الجزئي. هل شايف انه في بعض الدول دلوقتي نتيجة انتشار الفيروس وزيادة عدد الاصابات، هل ممكن تكون في دول في حاجة الى غلق جزئي؟ بتعلق هنا ثلاث نقاط مهمة لازم ناخد في عين الاعتبار. كم عدد المصابين بين كل 100,000 شخص؟ كم هو الضغط على المستشفيات؟ كم هو الضغط على غرف الإنعاش؟ وما هي نسبة المسحات الإيجابية؟ وما هي قوة العدوى للفيروس؟ هذول الخمس نقاط لكل دولة أو كل وزير صحة بأخذ في عين الاعتبار، مثل ما بيصير في إيطاليا في أوروبا يوم الجمعة، كل يوم جمعة بيعطوا كل الأشياء المهمة بالنسبة لهذه النقاط. ومن هاي النقاط المحافظات تبدأ تتغير من لون الأخضر، من لون الأبيض، لون الأصفر للبرتغالي، وفي نفس الوقت المنطقة الحمراء. في المدة الأخيرة فيش ولا دولة عملت إغلاق جزئي. ليش؟ لأنه نسبة التطعيم عالي، وفي نفس الوقت في تراجع لعدد الايام الحجر الصحي بعد الاصابه، يعني خمس ايام وصلنا اليوم، خصوصا للي ماخذ تطعيم او لقاحات. وهنا نقطه مهمه، انه الجرعه الثالثه بتقوي المناعه ضد الاوميكرون وضد المتحورات، عشان هيك لازم باسرع وقت ممكن نوصل لمناعة جماعية في العالم. اليوم احنا وصلنا ل 53% من سكان العالم تم تطعيمهم، 13% من سكان العالم أصيبوا وعندهم مناعة بعد المرض. عشان هيك وإذا بنجمع المجموعتين في عنا أزيد من 66% أو 67% اللي عندهم مناعة. نتأمل إنه بشهر 6 و7 نوصل ل 80-85% مناعة جماعية، وتراجع كبير في الإحصائيات، خصوصا في نسبة التوفي. ليش بقول خصوصا في نسبة التوفي؟ لأنه عندنا في أفريقيا والدول الفقيرة والنامية فيش عندنا مسحات عالية مثل أوروبا، فيش عندنا تشخيص سريع مثل أوروبا، فيش عندنا أرقام دقيقة بالنسبة للمقاطعة. شكرا جزيلا لك دكتور فؤاد داود، أنا أعتذر طبعا المقاطعة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، شكرا جزيلا لك. سريعا نتحول مع حضراتكم إلى إذاعة خارجية.